سلام الرب يسوع مع جميع الأخوة الأحباء في كل مكان. صلاتي هذا اليوم أن نكون في تمام الصحة والعافية، ويكون مجد الرب في كل بيت، في كل أسرة، على كل عائلة. بصلي هذا الوقت أن نتمتع بحرية مجد أولاد الله، حتى نكون قادرين أن نميز الأوقات والأزمنة التي على قلب الرب. هذا اليوم مهم جدا. هذا اليوم نقدم صلوات خاصة بالروح القدس، متمنين ومصلين في قلوبنا أن تتلامس أرواحنا مع الحضور الإلهي، تتلامس قوة الروح القدس وتقودنا في موكب النصرة في المسيح يسوع في كل حين، نكون رائحة رضا، رائحة سرور أمام الرب. متأسف على التأخير، تأخرت شوي، سامحوني، معلش، بس قلبي مليان بالمحبة لكل الأخوة المنتظرين فعلا هذا اليوم، أن نكون في تواصل، نكون على علاقة في شخص الرب، نتحد من جديد ونبتدي برنامجنا، برنامج صلاة الإيمان، ونصلي لأجل كل محتاج وكل مقيد وكل إنسان واقع تحت تأثيرات عدو النفوس. برنامجنا هو برنامج معاد لناس فعلا محتاجين إلى معونة، محتاجين إلى مساعدة الروح القدس حتى ينتشلم من الظروف الصعبة اللي عم يجتازوا فيها. ممكن تكون أنت في على حياتك قيود، مسك على حياتك، أمور صعبة جدا، أنت مو قادر تساعد نفسك، لكن باسم يسوع يكون الروح القدس يشدنا هذا اليوم من خلال روح التمييز أنه نقدر نساعدك ونقدر نقف معك ونقدر نصلي لأجلك، وتقدر تعرف كيف تتحرك وتتصرف على الأرض وكأنك أنت في ملكوت الله ولست أنت في موضوع صغير. صلي فعلا أنك تتقابل مع الرب، صلي فعلا أنك أنت تتلامس مع الرب، صلي فعلا أنك أنت تأخذ اليوم بعد جديد مع الرب، وكأنك لأول مرة عم تختبر هذا البعد مع الرب. هذا الكلام مهم جدا جدا جدا، لأنه الرب رح يعطي نعمة الآن لكل واحد. من فضلك أعمل شير، لأنه في ناس كثير عم تكتب لي على الخاص بتقول لي إمتى البرنامج، إمتى البرنامج، إمتى البرنامج، وإحنا على الهواء. وصلي الروح القدس الآن يملأ كل واحد فينا ويعطينا مسحة 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 خاصة. أنا أول الناس اللي محتاجين لهذه المسحة، أنا أول الشخص اللي أحتاج قبل ما أطلع وأصلي معك، أحتاج أني أكون مع الرب، أحتاج أني أجلس في الحضور، أحتاج أني أتحرك على مستوى أعلى من الطبيعي في السماويات، أحتاج أتنقل أمام العرش، أقف أمام العرش، أقف أمام الحضور، أقف أمام الخروف المذبوح، أقف وأثق أنه مكاني ومركزي وهويتي ينطيني هذا الحق بالوقوف والمثول في محضر الرب، حتى أقدر أخذ إلي وإلك اللي إحنا محتاجينه هذا اليوم في برنامج صلاة الإيمان. مش سهل أنك تطلع تصلي بعفوية وهيك، إلا لو أنت فعلا عندك علاقة وشراكة مع الرب. ما تقدر روح القدس مش رح يمسحك ولا رح تجري على إيدك آيات ومعجزات لم تكن أولا أنت مستعد أنك تكون مع الرب، أمام الرب، في حضور الرب، بين أذرع الرب، تسمع للرب، تصغي لكلماته، تتكلم وتتحاور معه كما حكى الرب مع موسى، أكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الصاحب صاحبه. اليوم مهم جدا، اليوم موضوعنا عن الصلاة. يمكن أنا حكيت عن الصلاة، لكن اليوم بدي أحكي عن الصلاة بطريقة ثانية. يمكن رح تسمع أمور لأول مرة تسمعها، معقول هذا الصلاة بهي الطريقة وأنا عم بصلي بقال سنين ومقادر يحصل معي أمور مثل هذا النوع؟ نعم نعم، في أبعاد للصلاة. يعني أنا كل ما بكتب عن الصلاة وكل ما بمارس الصلاة، كل ما بدخل في الصلاة أعمق، بكتشف أشياء جديدة، لأنه لا حدود، لا حدود للصلاة، لا حدود، ولا حدود للاستجابة، ولا حدود، ولا طريقة، ولا في أسلوب محدد أقدر أحدك فيه أقول لك استخدم هذا الأسلوب ولا تستخدم هذا الأسلوب. لا، الصلاة عبارة عن نهر سباحة لا يعبر، الصلاة عبارة عن المثول أمام العرش، وهذا العرش في كل زاوية من زاوياته راح تكتشف في شيء جديد. الصلاة هي قوة الله اللي أنت تأخذها من السماويات وتسكبها من خلال هويتك في المسيح يسوع على الأرض لكي ما تتمم مقاصد الله. الصلاة هي عبارة عن تقديم كلمات بسيطة في أوقات مناسبة، في لحظات معينة، تحت قيادة الروح القدس، فتأتي بثمار 30 و60. ما تش عارف الصلاة كيف أوصل لك فكرة الصلاة. ما بدي أحكي لك الصلاة هي كلام مع الله، هذا تعريف بسيط وتعريف بصراحة أنا بعتبره قليل جدا في حق الصلاة. لكن الصلاة في شيء آخر، الصلاة في أمور أخرى. فاليوم رح نتكلم عن الصلاة،
مثل ما خليت أمامك، في هل في طريقة محددة للصلاة؟ هل جسدي لما أنا أرفع إيدي، أو لما أنا جسدي يهتز لما أنا أرجلي تهتز، هل هذه الصلاة؟ هل لما أنا مثلا أصلي بالألسنة هل هذه الصلاة؟ هل لما أركع هذه الصلاة؟ هل الرب مهتم يشوف هذه الحركات الجسدية فيها؟ هل هذه بتعيق صلاتي، بتبارك صلاتي؟ هل في ناس صلت بطريقة معينة بدون صوت؟ هل ناس صلت بدون صوت؟ هل ناس استخدام الرب وقال عنهم كلمات قوية عن صلاتهم لكن كانوا غير متكلمين بكلام، كان مجرد يتكلمون بحركات جسدية؟ هل الجسد قوة في الصلاة؟ هذا هو درسنا اليوم. هل الجسد قوة في الصلاة أم أقمع جسدي؟ هم لما لاحظ في شيء أثناء جسدي وأنا في كنيسة تقول لي لا هذا الجسد وهذا فكر الجسد وهذا الجسد وأنت بالروح لازم تكون بالروح والجسد ما له علاقة بالروح، هل أسمح بهذا النوع من الكلام عن الجسد وأنا داخل إلى الحضور الإلهي ومليان بالروح القدس وقلبي بيشتعل وعطشان وداخلي في فوران غير عادي للرب، هل أمنع، هل أبكت، هل أتمم هذا النوع من الصلوات، ولا أصلي بطريقة تخلي الأمور مختلفة بحياتي؟ هذا درسنا هذا اليوم، هذا راح ندخل فيه لهذا اليوم، هذا اللي راح ناخذ فيه بعد قوي جدا هذا اليوم. لذلك بداية البرنامج اولا برحب فيكم جميعا، برحب بكل الاخوه الداخلين واللي انتظروا واللي ارسلوا لي مسجات، رب يبارككم. ثانيا رح اصلي لاجل طلباتكم اللي انتم خليتوها امامي بشكل شخصي وبشكل علني ايضا اذا انتم سمحتوا لي طبعا. والخطوه الثالثه رح ناخذ اعلان حكاء الرب اليوم ببساطه، مش عارف مين تعرض فيكم الى اكسيدنت، وقع من درج، سقط من درج، دخل في مجال معين وحصل عنده آلام في الأرجل، هذا الشخص أيضا رب أعلن لي هذا اليوم وأنا في الحضور الإلهي وبصلي لأجله، قال لي في هذا الشخص محتاج من أخوته أنه يتحدوا هذا اليوم بصلاة غير عادية لأجله. على قلبنا نصلي أيضا، أنا خليت فيديو عن مجموعة من السيدات والرجال طالعين مظاهرات لأجل الأبورشن، لأجل الإسقاط، لأجل موت الأطفال. هذا الروح اسمه روح مولوك، هذا روح مولوك، هذا اسمه روح حارق الأطفال. الأغلب شافوا على موقعي كانوا بيعملوا سحر، ويتشكرافت السحر، وبيحضروا أرواح موت، وبعدين بعد ما عملوا السحر وعملوا كل الطقوس السحر بدأوا بخطوة أخرى هي أنه هم يشعلوا الأطفال، وهذا هو هدف إبليس، يضرب النسل القادم، لأنه النسل القادم أو الجيل القادم مني ومنك هذا جيل مبارك للرب. الجيل القادم راح يكون فيه استنارة، الجيل القادم من أولادنا أو الجيل اللي إحنا فيه عندنا أولاد، هذا الجيل يحتاج من عندنا قوة غير عادية، يحتاج من عندنا سلطان غير عادي، يحتاج ننقل هذا الجيل ونزرع فيه صلوات وآيات ومعجزات ومواهب الروح القدس حتى هذا الجيل يطلع جيل ناري. أنا 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 بصلي لأولادي وبصلي لأحفادي وبصلي لأولاد كنيستي وبصلي لأولاد أولاد كنيستي، بصلي للناس اللي بعرفهم حتى يولدوا جيل ناري، يولدوا جيل إيليا، يولدوا جيل يطلع فوق الجبل، يولدوا جيل مليان بالروح القدس، يعلموا أولادهم كيف يصلوا، علم ابنك كيف يصلي، علمي بنتك كيف تصلي، ازرعوا صلوات في بيوتكم رح تحصدوا خدمات، ازرعوا صلوات تحصدوا خدمات، ازرع ازرع. ادخل تحكي انه ابني خلص ضل حياته بعيد عن الرب رح يرجع، لا حبيبي، ازرع صلاة، ازرع صلاة رح تحصد خادم، ازرع صلاة، ازرع كلمة رح تحصد مبشر، ازرع صلاة رح تحصد خدمة ممسوحة بالروح، رح تلاقي نفسك انت بالكنيسة، ابنك على يمينك، بنتك على يسارك، حفيدك عم يعزف، ابنك الثاني عم يقود تسبيح، يجي يوم تقعد انت ما عندك مكان لانه اولادك واحفادك ونسلك وعائلتك وعشيرتك اصبحوا هم هاي الكنيسة اللي انت بتحلم فيها هذا اليوم. اذا صلي 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 انه رب يكون الجيل القادم جيل مغطى بالدم، صلي الجيل اللي انت راح يستخدمك فيه رب نسلك يكون نسل مبارك، صلي هذا اليوم انه نسلك واولادك واحفادك وكل شخص تتقابل معه يكون مختلف، يكون مختلف، يكون مختلف. لا تقبل بأقل من جيل
ناري لا تقبل، لأنك أنت مش عادي، لأنك أنت مصلي ناري، لأنك أنت في السماويات، لأن روح الله القدوس اللي انسكب عليك ما انسكب عليك بشكل بسيط، انسكب عليك على شكل ألسنة من نار، فأنت مستقر النار على رأسك وعلى جسدك وعلى أكتافك، وكل مكان أنت تمشي فيه حتى لو كان هذا المكان مظلم، أنت النور اللي فيك، النور اللي طالع من جسدك، قوة الروح القدس اللي فيك راح تنور الأماكن، راح تكسر القيود، راح تحط ممالك العدو، العدو لما يشوفك راح يسد عيونه لأنه مو قادر يشوف هذا النار الطالع من هذا الإنسان الممسوح بالروح القدس والمعمد بالروح الرب والمليان بنار الرب. راح تكون مختلف، لأنك راح تزور مستشفيات الناس راح تشفى، راح تزور مرضى الناس راح تشفى، راح تزور الناس في السجون الناس راح تتوب وتتحرر وتنطلق، راح تزور خطاة الناس راح ترجع للرب. هذا الجيل الطالبين الرب الملتمسين وجهه، هذا الجيل على قلب الرب أنه يطلع. هاي السنة سنة مباركة للرب، فولد من هذا النوع من الأجيال، وتنبأ وتنبأ على أولادك، تنبأ على أولادك، تنبأ على أحفادك. لا تزعل أنه اليوم أنت خسرت شيء أو خسرت واحد من أولادك بسبب البلد أو البعد أو المسافات أو الظروف اللي أنت عم بتحيط فيها أو أي شيء آخر. لا تكون زعلان على هذا الشيء، فقط كن أنت متمتع بأنه الرب راح يتعامل ويتلامس مع كل جزء من نسلك، لأنه ما دام دمك عم يسير في نسلك، هذا دمك الموجود فيك اللي في دم المسيح، هذا الدم يكفي 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 أن يسقط كل نير. اللي أنت مو شايفه بعينك آمن فيه بقلبك، اللي أنت مو شايفه بعيونك آمن فيه بقلبك، وراح تختبر آيات وعجائب ومعجزات في اسم الرب يسوع. الرب مش راح يتركك، الرب راح يقف ويثبت خطواته معك، وراح تكون انت في الارتفاع، والرب راح يقودك من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد باسم يسوع. مرة ثالثة برحب بالجميع، اهلا وسهلا بالكل، فرحان تكونوا معي هذا اليوم في برنامج صلاة الايمان. بشجعك هذا اليوم لو انت فعلا مستفاد من هذا البرنامج، لو انت فعلا شايف انه هذا البرنامج له قيمة وعم يشجعك وعم يرفعك وعم يملاك بالروح القدس وعم تختبر آيات ومعجزات، عم تختبر حياة مختلفة، شجعك انت ايضا اعطي هاي الفائدة لشخص اخر يمكن من خلال هذا البرنامج يتغير حياته، ممكن حياة انسان وحياة اسرة تتغير من خلال شير بسيط انت تعمله، حتى هذا الانسان يزور روح الله في بيته، يفتقد روح الرب في بيته، ويبدي روح الله يغير نعمة إلى نعمة. فبصلي هذا الوقت فعلا نتشارك مع بعض بهذا الأمور البسيطة، والرب راح يأخذنا إلى بعد جديد في اسم الرب يسوع. بداية أحب أصلي لكل الأخوة الداخلين اللي عندهم باكورة البرنامج، الأخوة اللي دخلوا واللي منتظرين، فعلا أنتوا فعلا تستاهلوا تستحقوا أنه الرب يرى تعب محبتكم، فعلا الرب يزوركم هذا اليوم في البيوت. تعالوا نتحد، تعالوا نرفع أيادينا، تعال ارفع وجهك للرب، تعال ارفع عيونك للرب، تعال انحني في حضور الرب، تعال اسجد أمامه ومستحق، تعال اعمل زي ما عمل يوحنا وسمع كلام الرب، قال له اصعد الى هنا لاريك ما ينبغي ان ترى. تعال غمض عيونك قل يا رب على قلبي ارى رؤى، على قلبي ارى يا رب نبوءات، على قلبي ارى العرش، على قلبي ارى وجودك يا رب. انا شبعت من النظر للناس وللظروف، سمعت كثير وشفت كثير، لكن اليوم يا رب انا على قلبي اختبر امور اعظم، انا على قلبي يا رب ادخل الى العمق، انا على قلبي يا رب اليوم اتواصل معك يا رب في شراكة، ابتدي ابني شراكتك مع الرب، ابتدي هاي اللحظات قل يا رب انا ببني علاقة الان معك يا رب. لو انت علاقتك مقطوعة، لو انت علاقتك اصلا مش موجودة، ابتدي صلي قل يا رب انا داخل على استحقاقات الدم فقط يا رب، انا هويتي ابن، ولاني ابن يا رب انا مش راح اتمشى على الارض، لاني انا ابن ملك الملوك، وهذا الملك الملوك اللي انا بؤمن فيه وانا ابنه هو في السماويات وعنده عرش، اذا انا راح اتحرك اليوم على مستوى اعلى من مستوى الأرضية. أنا اليوم راح أمتلئ بنيران روحك يا رب، اليوم يا رب روحك القدوس راح يزور كل جزء من جسدي، مش بس رأسي ولا عيوني ولا فمي ولا يدي ولا شفتي، لكن كل جسدي الآن يا رب راح يكون محاط بنيران روح الله، كل جسدي الآن يا رب ينسكب عليه زيت المسحة، كل جسدي الآن يا رب ينسكب عليه المسحة المقدسة، زيت العاطر الآن يا رب، كل مكان في جسدي الآن يا رب مش بس راح يرتعش، مش بس راح يرتجف، لكن راح يمتلأ حتى العظم، حتى النخاع يا رب اليوم راح يمتلأ بالروح القدس، يا رب أمامك شبع سرور يا رب، أمامك نعم إلى الأبد يا رب، مكتوب أنا خلي جودي يسبقك، خيري يسبقك، اليوم أعلن هاي الإعلانات معي يا رب، قل يا رب أنا أحتاج إني أرى جودك في أرضي، أنا أحتاج
احتاج اني ارى خيراتك في ارضي، انا احتاج اني انتقل يا رب الى مجد الحضور الالهي والى الصخره اللي مكتوب عنها الرب يسوع، وارى هناك مجدك يا رب، ارى هناك حضورك كما راى موسى حضورك يا رب. يا رب انت مش راح تتركني وتعطيني فقط اذيالك اليوم، لا، ساراك وجه لوجه. يا رب اليوم انا ساختبر عمق جديد، اليوم انا ساختبر يا رب دخول جديد، انا ساختبر ملء جديد بالروح القدس. احكي له للرب الان هذه الصلوات، يا رب املاني، كن انت مستعد، كن اناء انت الان مستعد لان تمتلئ بالروح القدس. افتح قلبك للرب، قل له ارسل الان يا رب نيران روح قدسك الى داخلي يا رب، ارسل الان يا رب جمرات ناريه على جسدي، ارسل الان يا رب السنه من نار على جسدي، ارسل الان يا رب قوه وعاصف ورعد ورعود وبروق حتى استقبل يا رب من عندك حضورك بشكل غير عادي يا رب. احكي له هاي الكلمات، احكي له يا رب طهرني، اغسلني فأبيض، نقيني يا رب، لو في إعاقة بيني وبينك يا رب، لو في خطيئة عم تمنعني أنا أتحرك في مجال السماويات، أتوب عنها يا رب وأرجع لك من كل قلبي. يا رب أنت قوتي، يا رب أنت مصدر شفائي، يا رب أنت مصدر تعزيتي يا رب، أنت تحل الآن كل ربط مربوط فيه أنا أو أولادي أو بيتي، كل قيود قيدني فيها العدو، أحكي هاي الكلمات، كل قيود قيدني فيها العدو أنا الآن بكسرها في اسم الرب يسوع، كل حزن وكل شفقة على النفس وكل مشاعر ظلم وكل مشاعر توحد وكل خليط من الكآبة دخل على حياتي بسبب أمور معينة مع خوف وارتباك اليوم ينحل، اللي تسقط الآن عن يميني يسقط عن يساري، إلي لا يقرب. كل سلاسل وضع العدو على يدي الآن حتى يسحبني من خلال هذه السلاسل ويجرني إلى الخطيئة اليوم تتكسر في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. أنا أتمتع اليوم يا رب بحضور غير عادي، أنا أتمتع اليوم يا رب بلمسات غير عادية، أنا أتمتع اليوم يا رب بشفاء غير عادي، أنا أتمتع اليوم يا رب بآيات ومعجزات وصلواتي تستجاب من خلال آيات ومعجزات يا رب، وأرى آيات ومعجزات في عيني اليوم يا رب في اسم الرب يسوع. أنا مش راح أكمل وحيد، أنا مش راح أكون لحالي، أنا مش راح أكمل بضعفاتي، أنا مش راح أكمل أني أنا فقط أصلي وما في استجابة، لا، اليوم أنا راح أكمل وأنا عندي اتحاد كامل بالآب والابن والروح القدس، وأنا متحد يا رب مع شخصك المبارك اليوم يا رب لكي ما أستقبل من عندك نار جديدة على قلبي، لكي ما أمتلئ الآن يا رب من حضورك ومجدك وسلطانك، لكي يا رب ما أتغير إلى شكل جديد يا رب، مكتوبها ناظرين في مرآة تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. اطلب الآن المجد المضاعف، اطلب الآن المجد المضاعف على حياتك، قل له يا رب مثل ما صلى داود هو بيواجه جولياط، قال له اصحى يا مجدي، اصحى يا مجدي، انا على المجد اللي على حياتي اليوم بده يصحى. انا شاعر هاي اللحظه في ناس عم يسمعوني ومجد الله بدا ينسكب عليك، انا شاعر في ناس عم يسمعوني الان وبدت اجسادهم الان ترتج وترتجف وارجلهم ترتج وترتجف بسبب مش الروح القدس فقط، لكن بسبب المجد المنسكب على حياتهم في هاي اللحظه، مش فقط بسبب المسحه لكن بسبب المجد. قل له يا رب انا محتاج ثقل مجد ينسكب علي الآن في اسم الرب يسوع. صلي هاي الصلاة الآن معي، صلي هاي الصلاة، قل يا رب أنا أريد أن ينسكب علي الآن مجدك، قل له أريد الآن يا رب مجدك، أريد مجدك، أريد مجدك الآن يا رب، أريد مجدك يا رب، أريد حضورك الآن يا رب، أريد قوتك الآن يا رب، أريد أن أتحمس بالروح القدس الآن يا رب، أريد أن أتكلم بآيات ومعجزات الآن يا رب، أريد يا رب لساني يتغير يا رب من إنسان عادي يا رب مفهوم إلى لسان آخر يا رب يتكلم بعظائمك. اليوم يا رب أنا بتلامس مع قلبك، اليوم أنا بتلامس مع حضورك. صلي هاي الصلوات الآن، لو في قيد على حياتك الآن يسقط، قل له يا رب أنا الآن مستعد للصلاة، قل له يا رب أنا الآن مستعد أني أدخل يا رب من الباب المفتوح أمامي وأصعد يا رب إلى فوق إلى السماويات الآن، وحيث يا رب تستقر روح الله على كل جسدي، حيث ما روحك الآن يملأني، حيث ما روحك الآن يا رب يغيرني، حيث ما روحك الآن يا رب يفتقدني الآن يا رب. أنا محتاج زيارات إلهية، أنا محتاج يا رب لمسات من العرش على حياتي الآن في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. لو أنت شاعر مجد الله زارك الآن، ابتدي أعلن أنه تنتقل من مجد إلى مجد أعظم، تنتقل من رفعة إلى رفعة أعظم. ابتدي أعلن معي هاي الإعلانات، قل له يا رب أنا على قلبي الآن يا رب أن أتحرك بمجد جديد، على قلبي يا رب الآن أنه مجدك يا رب ينسكب ينسكب ينسكب. لو شعر أنه جسدك بدأ يرتاج بسبب مجد الرب وحضور الرب، أعرف أنه المكان اللي أنت فيه الآن
بيتمتع بزيارة إلهية، بيتمتع بقوة الروح القدس، وأنت مش في البيت وأنت مش في المكان اللي أنت فيه، جسدك في المكان لكن روحك الآن عم تتجول في الحضور الإلهي، روحك الآن عم تتجول في السماويات. صلي قل له يا رب أنا في السماويات، سأأخذ يا رب ما لي هناك، سأأخذ يا رب كل البركات اللي وعدني فيها يسوع، سأأخذ شفائي. لو أنت مريض الآن قل له يا رب أنا سأأخذ شفائي الآن في اسم الرب يسوع. لو أنت الآن شاعر أنك مريض ومقيد في أي جزء من جسدك، فقط إلمس جسدك وقل على هذا المكان يا رب هذا المكان يلمس الآن بمجد وحضور الرب الغير عهدي. إذا كان هذا المكان مقيد رح يفك، وإن كان هذا المكان مريض رح يشفى، وإن كان هذا المكان في ثقل بسبب قوة الروح القدس على حياتك لأجل استخدامات نارية، راح أشوف نفسك عم تهتز مرة أخرى، راح أشوف نفسك عم تمتلئ مرة أخرى، راح أشوف نفسك هالمرة بشكل غير عادي. سلام الله راح يكون في قلبك، راح تكون فرحان جدا لأنه مجد الله غير عادي دخل على حياتك بقوة وسلطان غير عادي. صلي هاي اللحظة قل له يا رب املاني، قل له يا رب املاني 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 يا رب أنا محتاج، قل له أنا محتاج. وأنت تقول له املاني، لو فكرت في خطيئة معينة، لو ظهر أمامك أمر معين مباشرة أطرحه أمام الرب بتوبة حقيقية وقل له يا رب هذا الماضي، هذا القديم، هاي الطبيعة القديمة، هذا الطبيعة الجسدية، هذا اللي أنا تعلمته، هذا اللي أنا ورثته، هذا اللي أنا دخل على حياتي، لكن أنا عندي سلطان اليوم في اسم الرب يسوع، أنا أكسر هاي الطبيعة القديمة، أنا أكسر هاي القشرة القديمة، أنا أتمتع بإنسان القلب الداخلي، أنا أتمتع الآن يا رب بملء الروح القدس، أنا أتمتع الآن بجمرات نارية تنسكب على حياتي، أنا أتمتع الآن بحضور غير عادي غير عادي غير عادي غير عادي ينسكب في قلبي الآن. أنا أتمتع فيك يا رب، أنت لوحدك أنت من صانع المعجزات، مش محتاج تعب، مش راح تتعب، كل راح تعمله فقط قل له يا رب أنا الآن يا رب إناء في يدك، أنت الفخاري، وأنا تلك الفخارة يا رب اللي تكسرت، أنا تلك الفخارة يا رب اللي تلفت، أنا هاي الفخارة يا رب اللي أنت خلقتها لكن أنا بسبب سوء تصرفاتي ما عرفت أحافظ عليها. اليوم هاي الفخارة بيدك، ارجع وأصنع منا إناء جديد يا رب، ارجع واملأ هاي الفخارة بالكنز اللي عندك يا رب. مكتوب الرب باع كل شيء واشترى الحق اللي فيه الجوهرة، قل له أنا يا رب هذه الجوهرة، فعلا أنت هذه الجوهرة، شوف نفسك بهاي الطريقة. الرب يسوع ترك السماء، نزل على الأرض، اشترى الأرض كلها، واشترى الأرض كلها لأجل فقط شيء واحد، إنه في هاي الأرض في جوهرة، هاي الجوهرة هي أنت، هاي الجوهرة هي أنت، أنت ثمين في عين الرب، أنت غالي. احكي هاي الكلمة، قل يا رب أشكرك لأنك تحبني، أشكرك لأني أنا ثمين عندك، أشكرك يا رب لأني أنا غالي في عيونك، رغم الطين اللي على الجوهرة، رغم إنه هاي الجوهرة كانت في أرض ما لها قيمة، لكن الرب اشترانا، الرب أعطانا نعمة اليوم. قل يا رب أنا هذه الجوهرة، قوم انتفض، ليه جالس في التراب؟ ليه جالس في الطين؟ ليه مش عارف تعمل قرار؟ ليه مكلب بالطين؟ ليه مكلب بالأشياء الجسدية؟ قوم انتفض، اتغسل بدم المسيح اليوم، وخلي جوهرتك، خلي قلبك الآن يلمع في الحضور الإلهي، خلي قلبك اليوم يتماسك ويتمالك في يد الرب، خلي قلبك اليوم في يد يسوع. مكتوب يا ابني أعطني قلبك ولترى عينك طرقي، هذا اليوم فرصة لك تعطي قلبك للرب، هذا اليوم فرصة لك تتمتع بسلطان الروح القدس، وهذا السلطان يتدفق على حياتك بغزارة، وانت تصلي تختبر آيات ومعجزات في اسم الرب يسوع. أنا بصلي لجميع أولادنا، أولاد أختي كوثر، أولاد أختي ميسون، أولاد أخواتي المؤمنين، كل أولادنا، كل أولادنا الآن في شفاء وحرية وإطلاق، كل أولادنا. مش عارف اسم ابنك، يمكن أنا مهما ذكرت أسماء أولادك لكن أنا بعرفك أنت، أنا بعرفك أنت. رب حكى هاي الكلمات، قال أنا أعرفك أنت، أنت لي، كوثر لي، هيام لي، عدي لي، العائلة لي، كل الناس، رغد لي، كل شعبك. مادام أنت للرب ابنك وبنتك وأولادك وأحفادك رح يجون للرب، مادام أنت للرب، مادام أنت للرب، الله لا ينسى دموعك، الله لا ينسى صلواتك، الله لا ينسى كلماتك، الله لا ينسى سجودك، لا ينسى، لأنه القدير، لأنه إيل شداي، لأنه يهوى يرى، هو القدير وحده، هو اللي يرى احتياجك، هو الذي ينظر ضعفاتك، هو الذي يطلع ليخلصك، هو الذي يقودك هذا اليوم من مجد إلى مجد إلى مجد إلى مجد أعظم. هذا اليوم لو أنت مقيد، أو قبل ما تكون مقيد، قبل ما أدخل في صلاة فك القيود، أصلي معك الآن صلاة بسيطة جدا. هذه الصلاة
لو انت شاعر بتوهان، ضايع، لساتك مش مستقر، لساتك ماسك في بامور تعلمتها من الكنيسه فقط، ما تعلمتها من الكلمه، تحتاج اليوم انك تتحرر وتتفك من هذه الامور وتستقبل، تستقبل يسوع الان في داخلك، الان استقبل يسوع في داخلك، قل له يا رب يسوع انا برحب فيك بداخلي، انا مستعد الان يا رب، انا مستعد الان يا رب، انا مستعد الان يا رب ان اعطيك حياتي بالكامل، انا مستعد الان يا رب ان اقبلك مخلص شخصي، انا مستعد الان يا رب ان امتلأ بالروح القدس، انا مستعد الان يا رب اني اتوب عن كل خطيه انا عملتها او عائلتي عملوها بقصد او بدون قصد يا رب، انا بتوب عن هاي الخطايا، انا بتوب يا رب عن اي عباده وثنيه انا دخلت فيها يا رب قبل ان اعرفك وما زلت انا يا رب متمسك بها وخايف اتركها لا اكون انا على خطا، لكن اليوم يا رب انا بعمل قرار، انا بمسك فيك انت بس، مكتوب ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، مكتوب يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس هو الانسان يسوع المسيح فقط، مكتوب لنا شفيع واحد جالس عن يمين الله الاب يشفع فينا هو يسوع المسيح فقط. اذا تمسك بالراس، مسك بيسوع الان حتى يباركك، مسك، ما تنفع اي صلاه خارج هاي الصلاه، قل له يا رب انا اقبلك رب ومخلص وسيد على حياتي، يا رب يسوع املاني الان بالروح القدس، يا رب يسوع عمدني بالروح القدس، يا رب يسوع طهرني من كل خطيئه وكل اثم، حياتي وقلبي وفكري وعقلي كله بالكامل يا رب انا بسلمه بين ايدك، بيتي واولادي بدي اذكر اولادك، ابني فلان وابني وبنتي، الان يا رب راح تمتد البركه لحياتهم عن طريق صلواتي الان يا رب، وراح صلواتي تزور اولادي في بيوتهم حتى لو كانوا في دول اخرى، حتى لو كانوا في اماكن اخرى، حتى لو كانوا وسط السجون، حتى لو كانوا مقيدين، حتى لو كانوا في اي مكان، صلاتك الان لما تقول له يا رب باركني، يا رب انا بقبلك مخلص شخصي، يا رب خلي نسلي يكون نسل مبارك يا رب، يا رب خلي اموري تختلف الان يا رب، انا بفتح قلبي لك، انا بعطيك حياتي، انا بسلم لك قلبي مباشره، وانت بتصلي هاي الصلوات بايمان، الروح القدس راح يتحرك في حياتك وراح يبتدي فيك انت، راح يعمدك بالروح القدس، راح تتكلم بألسنه جديده، وراح يكون امتداد للبركه لبيتك واولادك واحفادك ونسلك الى الالف جيل، قل له يا رب انا اريد الف جيل مبارك من عندي، قل له يا رب انا اريد الف جيل مبارك من عندي، هي كلمه الرب مش من عندي هذا الكلام، مكتوب الى الف من محبيه وحافظي وصاياي، قل له يا رب الف جيل يكون على حياته البركه الكامله في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري، انا بتمتع الان يا رب بحريه مجد اولاد الله. أنا بتمتع ببركة من عند الرب. الآن لو أنت مقيد، مقيد بأسحار، مقيد بضعفات، مقيد بأرواح شريرة، مقيد بأرواح سحر، الآن رح تفك بالكامل. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. الآن نار تجي تأتي على كل نار دينونة، تأتي على كل أرواح شريرة، تعدت ودخلت على أولاد الرب. رح تجي نار الآن على كل أرواح شريرة وكل لعنات متوارثة وكل عهود دموية عملت بالماضي بسبب دخلت أرواح شريرة، الآن تأتي نار الرب وتحرق هاي الأرواح الشريرة في اسم الرب يسوع. الآن كل مكان أنت فيه، لو كنت في بيتك أو كنت في بلد آخر أو كنت في الشارع أو كنت في الشغل أو كنت بالسيارة أو كنت في أي مكان آخر وأنت بتسمعني، ارفع إيدك الآن وأعلن هذه الكلمات، نار روح الله القدوس الآن تأتي بنار دينونة، تعلن غضب الرب كل فجور على كل شياطين، على مولوك، على مولوك، على مامن، على كل أرواح شر أتت ودخلت على حياتي وعلى أولادي وقيدت حياتي وقيدت أولادي وقيدتني أنا شخصيا، الآن تنحل هذه القيود وتسقط هذه السلاسل، وأنا أسمع صوت هذه السلاسل وهي تسقط على الأرض الآن في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري. ارفع ايدك معي الآن باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع أنا برفع إيدي الآن يا رب، المكان اللي أنا فيه والمكان اللي حولي كله واللي أنا بتحرك من خلاله الآن، المكان هذا تيجي زيارات نارية بالروح القدس وملائكة الرب المقتدرين قوة ويعطوني الاستراتيجية اللي من خلالها
أقدر أتحرك ضمن المكان اللي أنا فيه. لو أنت أم، لو أنت أب، لو أنت أخ، لو أنت صديق، لو أنت تسمعني من أي مكان، الرب عنده لك استراتيجية في الصلاة اليوم مختلفة راح تتحرك من خلالها، لأجل أن الرب يصنع آيات ومعجزات في حياتك. فقط صلي، فقط افتح فمك هاي اللحظة وأعلن معي، أنا يا رب باسم يسوع المسيح الناصري اليوم أنا أوقف أي تأثيرات سحر على حياتي، أي تأثيرات سحر على حياتي. اسمعوني، الإنسان اللي عليه حياته سحر وعم يسمعني هاي اللحظة رح يشعر آلام في البطن، في اسم الرب يسوع كل آلام في البطن الآن تغادر، كل أوجاع في البطن الآن تغادر، كل مسك في البطن الآن يغادر في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. أي آلام في البطن، أي آلام في الظهر الآن تغادر في اسم يسوع. روح السحر يغادر الآن ويطلع من أجساد المؤمنين في اسم يسوع. مهما كان وقتك، مهما كان سبب دخولك، مهما كان طريقة الدخول، أنا بنتهرك في اسم الرب يسوع. أنا بأمر أي أسحار دخلت على شعب الرب الآن تخرج من الفم. لو أنت شاعر نفسك بدك تقيأ، لا تخاف، لأنه هذا روح السحر يطلع عن طريق الفم. لكن أنت بنفسك اليوم تقدر تحرر نفسك، ارفع ايدك واعلن باسم يسوع مسحة نارية ومجد الله الآن يملأ بطني، بطني الآن تتمتع بقوة وشفاء إلهي في اسم الرب يسوع، قوة وشفاء إلهي باسم الرب يسوع. لو أنت عاملة إسقاط متعمد للأطفال، صلي مع هاي الصلوات الآن، قولي باسم الرب يسوع المسيح الناصري أنا أنتهر، أنا أنتهر روح ملاك، أنا أنتهر روح ملاك في اسم الرب يسوع. ملاك أنت تغادر الآن رحمي، وأي من أي انتقال إلك لأولادي كان في الماضي، أنا بأمرك الآن تترك أيضا أولادي. مش رح يكون بعد إسقاط في الأسرة، لا متعمد ولا غير متعمد، أولادي سيحيون، أنا عندي في رحمي حياة كاملة في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. صلي هاي الصلوات. أي سحر، أي روح إرافة، أي قرارات غلط، أي اتخاذ قرار بإسقاط الأطفال لأي سبب من الأسباب، اعلن الآن حرية من السحر. شفتوا بالفيديو سحر عرافة وتشكرافت عاملين ذبيحة بالمقابل يشعلون الأطفال، هذا هو أسلوب العدو. الآن اعلن نار الرب تنزل على كل نار عملت ضد أطفالي، نار الروح القدس الآن تحرق كل من امتدت يده من الشياطين لأجل إيذاء بيتي وأفراد أو أولادي. أنا الآن حر، أنا الآن حر، أنا الآن حر من السحر والعرافة والإسقاط وتأثيرات كل هذه الأمور التي حصلت بالماضي بدون إدراك، بدون وعي، بدون فهم على حياتي. أنا الآن متحرر من هذه الأرواح الشريرة. لو أنت شاعر الآن حركة في بطنك، بس اكتب، قل لي أنا شاعر أن بطني عم توجعني في اسم الرب يسوع، بصلي الآن بنتهر أي روح قديمة، أي روح دخلت عن طريق الدم، أنا بحرر الناس الأشخاص الآن في قوة وسلطان اسم الرب يسوع المسيح الناصري. كل روح سحر، كل روح سحر، كل روح سحر الآن، شعب الرب الآن اتحد معي بالصلاة، ارفع ايدك. لو عندك شخص مقيد في بيتك، لو أولادك تحت تأثيرات أسحار أو تحت تأثيرات إسقاط أو تحت تأثيرات أرواح شريرة، بس أنت اتحد معي، قل الآن في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري أنا بحرر بيتي وأولادي ومستقبلي وعملي وكل التزاماتي وكل قيد أطلق علي وكل ظلم وقعت فيه وكل حزن أنا شايله وكل كلمات أنا سمعتها كان فيها إساءة لي. الآن أنا بتحرر من هذه الأمور باسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري. قل هذه الكلمات فقط، باسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري أنا بتحرر الآن، أنا بتحرر الآن. راح تلاقي جسدك بدأ يفك 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 من كل أعمال ظلمة أتت على حياتك. أعلن دم يسوع الآن على جسدك، أعلن دم يسوع الآن على جسدك، أعلن، قل يا رب أنا بعلن دمك الآن يخترق جسدي ومعدتي وأمعائي وكل ما كان فيه بشكل حرفي بشكل فعلي الآن، ويطلق من داخلي كل ما هو سم، كل ما هو قيد، كل ما هو فيه موت وكل ما هو فيه عذاب على حياتي في قوة وسلطان اسم الرب يسوع المسيح الناصري. مش عارف كم شخص الآن عم يختبر هذه النار، لو أنت من الناس اللي عم تختبر قوة التحرير الآن على حياتك وعلى جسدك، ممكن فقط تكتب أنا عم بلاحظ نفسي الآن أنه في ثقل داخلي لكني غادر الآن. لو أنت تعرضت لحادث سقوط
او عندك شخص تعرض لهذا السقوط على الدرج، اعرف انه الرب شافه عم بيصلي له، عم بيطلب من عندي اصلي لهذا الشخص الان لكي يقوم من مرضه ويشفى بالكامل. لو انت عندك اجهاض، عندك اسقاط، عندك ترويح للبيت للاطفال لاي سبب من الاسباب، وشعر انه بعد هذا الموضوع بيحصل عندك الان مشكله، انتحري روح مولوك، انتحري روح الموت، انتهري اي روح ماسك ببيتك واولادك، انتهري اي روح، احكي بسلطان، احكي مش كانك انت على الارض، احكي وانت كانك واقفه في الملكوت، تكلمي بسلطان الملكوت، تكلمي بسلطان العرش، تكلمي بسلطان اولاد الله، تكلمي بسلطان المجد اللي انت منسكب عليك هاي اللحظات بطريقه غير عاديه، لا تتكلمي من ضعف، لا تتكلمي من هزيمه، الرب وانت واقفه امامه بالمجد ما في هزيمه، ما في انتصارات عليك، انت منتصره، انت منتصر، ما دامك واقف امام العرش انت منتصر، انت عم تاخذ الان من المجد، من قوه الرب، عم تاخذ قوه غير عاديه حتى تتحرك من خلاله، حتى تعلن ايمانك انه هذا الوقت هو وقت مختلف في كل شيء، انا اليوم اتمتع بوقت مختلف على حياتي، اتمتع بشفائي، اتمتع بلمسات الرب على حياتي، اتمتع الان في قوه 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 غير عاديه تعطيني الان حريه، حريه في صلاتي. لو انت صلاتك مقيده او صلاتك توقفت بسبب اشخاص تصرفوا معك تصرفات غلط، الان اعلن، ارجع لنقطه ارجع لذكرياتك القديمه، برجعك شوي، ارجع للمكان اللي سقطت فيه. كتاب يقول ارجع للمكان اللي سقطت فيه وتوب وقم، ارجع للمكان اللي انت شاعر هذا المكان انت كنت مقيد فيه لايام وسنين، وهذا المكان الان تكلم فيه في اسم الرب يسوع، هذا المكان اللي انا كنت خايف منه، هذا المكان اللي انا دخلته غلط، هذا المكان اللي من وراه دفعت ثمن غالي في حياتي اني انا دخلت في 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 سحر، لو دخلت بيت ساحر، لو دخلت بيت عراف، لو دخل بيتك سحر او عراف، لو دخل على حياتك امور سحر او عرافه، الان اعلن معي باسم الرب يسوع، المكان اللي ضغطت عليه رجلي، المكان اللي انا دست عليه واللي هذا المكان كان سبب في دخول امراض ودخول ارواح شريره الى حياتي، انا الان بكسره باسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري. كل ذكريات قديمة، كل ذكريات أليمة، كل علاقات مكسورة، لو أنت تعرضت لاعتداء من زوجك وحصل انفصال، لو أنت انفصلت لأي سبب آخر بسبب تبعية يسوع، لو أنت انفصلت عن زوجك بسبب خيانة زوجية، لو صار انفصال بسبب البخل أو الضرب أو الإهانة وأنت ما زلت تحتفظين بذكريات من هذا النوع، تعالي عند الرب الآن وابتدي اطلق الآن الغفران، اطلق الآن المسامحة، اطلق الآن الحرية من كل ما مسكك فيه العدو لأيام وسنين في اسم الرب يسوع. تعالوا ننتهي الروح إيزابل، روح إيزابل هو الروح المسؤول عن الطلاق، هو الروح المسؤول عن الإساءة، اعلني معي هاي الكلمات باسم الرب يسوع، روح إيزابل أنا بأمرك الآن بالمغادرة في اسم الرب يسوع، روح إيزابل ما عندك حق أنك تبقى موجود في حياتي بأي شكل من الأشكال لأني أنا ابن للرب، لأني أنا بنت للرب، روح إيزابل أنا بأمرك الآن بسلطان اسم الرب يسوع أنك تغادر من حياتي في اسم الرب يسوع، أنا بأمر أي أرواح دخلت على حياتي وبتقيدني، أي قيود موجودة الآن، سجائر، كحول، مخدرات دخلت على حياتي الآن تنكسر في اسم الرب يسوع، لا سلطان للمخدرات على حياتي، لا سلطان للسحر على حياتي، لا سلطان للخمر على حياتي، لا سلطان لإدمان السجائر على حياتي، لا سلطان للعدو على حياتي، أنا بتمتع الآن بسلطان واحد فقط هو سلطان مجد أولاد الله، أنا بتمتع بهذا السلطان، أنا الآن بصلي صلوات البقاء الدقائق اللي بقت لأجل الصلاة وندخل بالدرس، لكن بصلي لأنه شاعر أنه في ناس ستيل مقيدة وفي روح خجل وفي روح حزن، مش عارف مين عليه روح حزن، لكن روح الله عم يحكي لي أنه في ناس كانوا معي زي النار لكن دخل روح حزن على حياتهم ومحتاجين فك من هذا الروح الآن ومحتاجين حرية، محتاجين حرية غير عادية في اسم يسوع. أي إنسان مقيد بأرواح حزن بسبب أفعال، اسمعني، لو أنت مقيد بروح حزن بسبب أفعال وبسبب ظروف وبسبب مواقف وبسبب أنك تعاتب الرب أو أي سبب من الأسباب، الآن الرب عم بيكلمك مش أنا اللي عم بكلمك،
الرب لم يأتي حتى تعيش أنت في حزن، الرب لم يأتي حتى تعيش أنت في فشل وانهزام وانسحاق وضعف، الرب أتى ليكون لك حياة ويكون لك أفضل، الرب أتى ليرفع أحزانك، الرب أتى ليرفع قيودك، الرب أتى ليرفع ظلمك، الرب أتى ليكون لك حياة مختلفة، حياة رفعة، حياة نصرة. لو أنت وحيد وأنت شاعر أنك وحيد، أعرف أنك مش وحيد، لأنه الرب ضامك، ولأنه في عندك أخوة بيحبوك وبيهتموا فيك، ولأنك أنت واحد من أولاد الرب، أنت واحد من جسد الرب، الرب مهتم أنك أنت ترتفع، الرب مهتم يحكي لك هذه الكلمات. لا تقول بعد أنا وحيد، لا تقول بعد أني أنا فقير، لا تقول بعد أني أنا متعب، أنا مظلوم، أنا واقع تحت أمور معينة، احكي هذه الكلمات مع الرب. يا رب يسوع أنا مش وحيد، أنا عندي أخوة، أنا عندي جسد المسيح الواحد، أنا مترابط مع كل أخوتي من خلال هذا الجسد الواحد، وإحنا جميعا يا رب نقف اليوم لنعبدك بالروح والحق ونمتلئ بالروح القدس. الآن في ناس رح تمتلئ بالروح القدس، كنت بعد هاي الصلاة كلها لازم تمتلئ بالروح القدس في اسم الرب يسوع. أنا بصلي الآن يا رب امتلاء بالروح القدس لكل إنسان عم يسمعني. لو أنت مشتاق للامتلاء ومشتاق أنك تعرف مشيئة الرب ومشتاق أنك تعرف الاستراتيجية اللي على قلب الرب إلك للأيام الجاية، ابتدي صلي هاي الصلوات بالدقائق القليلة. قل له يا رب أنا بدي أمتلئ اليوم بنيران روح الرب، أنا بدي أستقبل نار الرب، أنا بدي أستقبل. لو أنت بتصلي بألسنة ابتدي صلي بألسنة الآن، ابتدي صلي الآن بألسنة، ابتدي الآن حرر لسانك من كل قيد، ابتدي حرر بيتك، ابتدي حرر عملك، ابتدي حرر حياتك. لو انت مشوش، لو انت مضطرب، الآن بعد كل هذه الصلوات رح تقف أمام الرب وتحكي له يا رب كل تشويش وكل مسك مادي وكل مسك عائلي وكل فوضى بحياتي أنا الآن بكسره في اسم الرب يسوع. قل له أنا الآن بكسره في اسم الرب يسوع. لو انت بتسمعني واقع تحت تأثيرات أي نوع من الخطايا أو الأسحار أو أعمال ظلمة، الآن راح تشعر وأنا بصلي بألم أو تشعر بضيق أو تشعر بتعب بصدرك، واكتب لي لو أنت عم تشعر هاي الأشياء الآن في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. أنا بدي أمتلئ بالروح القدس، أنا بدي أعرف استراتيجية الرب، أنا بدي أعرف مخططات الرب على حياتي، أنا بدي أعرف قوة المجد وقوة الحضور الإلهي على حياتي. لو أنا مقيد الآن، لو أنا تحت تأثيرات سحر، لو أنا تحت تأثيرات روح مامن، لو أنا تحت تأثيرات روح الغضب، لو أنا تحت تأثيرات روح التدين، الآن أنا بنحل بالكامل من هاي الأمور باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. من فضلك لو عندك شوية زيت زيتون هيه الآن حتى نصلي لأجله في اسم الرب يسوع. احكي له يا رب أنا مستعد الآن للحرية، أنا مستعد الآن أني أرفع يدي وأعطي لك المجد يا رب. احكي له الآن أنا شعر ناس عم تمتلئ وناس عم تتوجع، اللي عم يمتلئ احكي له يا رب أنا بشكرك لأنك عم تملاني، واللي عم يتوجع خليه يكتب احكي لي أنا مش قادر أخذ الملء الكامل اللي أنا محتاجه الآن، فصلوا لي أكثر حتى أمتلئ أكثر. اكتب على الفيس حتى نشوف ونصلي لأجلك، اكتب لو أنت عندك احتياج اكتبه، لو عندك سؤال اكتبه الآن حتى نقدر نتواصل معك في اسم الرب يسوع. بصلي لك الآن زي ما قلت، وما تكون أنت، وما تكون أنت بإسرائيل، بالعراق، ببغداد، بأمريكا، بأي مكان، اليوم زمن امتلاءك، اليوم زمن فيضك، اليوم زمن استقبالك لاستراتيجية الرب، اليوم زمن تغييرك، اليوم الزمن راح تكون فيه أنت متمتع بقوة الرب على حياتك بطريقة مختلفة، اليوم أنت راح تأخذ رد لأسئلة كانت عثرة لك بالماضي، اليوم أنت راح تشوف ناس اختبروا قوة الصلاة ومسحة الصلاة واستجابة الصلاة، اليوم أنت راح تختبر آيات ومعجزات في قوة اسم الرب يسوع. فقط صلي الآن بإيمان، صلي الآن قل يا رب املاني بالروح القدس. لا تفكر بمرضك، لا تفكر بتعبك، لا تفكر حتى بجسدك، جسدك يرجف، جسدك يقع على الأرض، جسدك يرجع، جسدك إيدك ترتفع لفوق لوحدة، ظهرك يألمك. اترك جسدك الآن واستمر بهاي الطلبة، لا تنظر للعيان، لا تتأثر بالأشياء اللي حولك، فقط قل له املاني 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 الآن يا رب، املاني أنا يا رب، املاني أنا، محتاج من الروح القدس،
لن يهرب، فيض فيا، فيض فيا الآن يا رب، إلى فوق يا رب، نهر سباحة لا يعبر، نهر سباحة لا يعبر، أنا محتاج ماء حياة يعطي حياة، أنا محتاج يا رب الماء حيث ما يدوب على أي مكان في جسدي يحصل هناك بركة وإثمار في حياتي، أي مكان راح يلمسني فيه الماء الآن راح أستقبل من عندك يا رب بركات وشفاء، اللي حضر زيت الآن في اسم الرب يسوع، أنا الآن بصلي لهذا الزيت وبقدسه، في اسم الآب والابن والروح القدس، أنا بقدس الزيت الآن اللي في يدك. وقدس الماء الآن اللي في يدك، أنا بعلن بركة الرب على الزيت، أنا بعلن بركة الرب على المياه، لو أنت عندك زيت في إيدك خذه خليه على جبينك وقل للرب يا رب هذا الزيت هو علامة كتابية من عندك للمسة وامتلاء بالروح القدس على حياتي، هو زيت يا رب لأجل شفائي من كل مرض، لو أنت رجلك عندك مشكلة الآن خلي شوية زيت على رجلك، لو أنت عندك مشكلة في صداع في رأسك خلي شوية زيت على 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 مكان الصداع، لو في الرقبة، لو في البلاعين، لو في اليدين، أي مكان عندك في مشكلة ادهن نفسك بهذا الزيت واعلن انه زيت الروح القدس الان يخترق يخترق حياتك ليعلن شفاء وحرية من كل مرض، شفاء وحرية باسم الرب يسوع، شفاء وحرية بقوة دم الرب يسوع، احكي له يا رب انا الان مستعد اني استقبل شفائي وحريتي، انا مستعد الان يا رب اتحرر من كل قيودي، وين ما تكون، تذكر كلامي، وين ما تكون بالعالم. بمصر بأي دولة تكون أنت موجود الآن روح الله راح يزورك زيارات غير عادية وروح الله راح يبتدي يشتغل فيك بقوة غير عادية وروح الله راح يكسر قيودك وروح الله راح يعطيك الآن أمور غير عادية راح يجذبك الآن الحضور الإلهي لمسحة جديدة وقوة جديدة تخترق كل المسحة القديمة اللي عندك لا تشبع بالمسحة القديمة اشبع بالمجد الجديد قل يا رب أنا أحتاج أمور جديدة تنسكب على حياتي في اسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري هاللويا مجد راح نأخذ درس خفيف بيناتنا وبعدها رح نرجع نصلي أيضا لو أنت عندك سؤال لو عندك احتياج لو عندك أي شيء آخر ممكن تكتب لنا وممكن ترسل على الخاص مستعدين نساعدك في أي شيء أنت بحاجة له هذا اليوم في اسم الرب يسوع عنوان درسي لهذا اليوم تعالوا نبلش بالدرس شوي حتى الناس اللي عندهم أشغال الناس اللي ما يقدر يقعدوا معنا لمدة طويلة على الأقل يتمتع بدرس الروح القدس اللي راح يعطيه على حياتك هذا اليوم أنا خليت مجموعة أسئلة هامة جدا هل هناك طريقة محددة للصلاة؟ هذا أول سؤال هل يؤثر جسدي في صلواتي؟ هل هناك علاقة للجسد مع الروح في الصلاة؟ يعني لو أنا سجدت هل هذا راح يفرق عند الرب؟ لو أنا نزلت على ركبي هل هذا راح يفرق مع الرب؟ هل أنا لو أنا نمت على ظهري وصليت أو نمت على بطني وصليت أو نمت على جهة معينة وصليت هل هذا راح يفرق مع الرب؟ هل روح الله لما يملاني ممكن هناك علامات جسدية مثلا رجفان يحصل في ايدي او ظهري او الثقل او ما اقدر اقوم مثلا بسبب ثقل المجد اللي ساقط على جسدي هل هذا رح ينفع؟ هل هذا في شيء؟ هل هذا علامة لامر معين؟ هل في شيء يحب الرب يوصله الي من خلال هذه الاظهارات الجسدية اللي عم تحصل على حياتي ولا هي امور تافهة ما لها قيمة؟ هذا الموضوع هام جدا رح نحكي فيه ورح نحكي اخر اشي ما هي اقوى صلاة اقدمها الى الرب وأنا على الأرض ما هي أقوى الصلاة؟ شو الصلاة اللي أنا أقدمها تعمل تأثير وتعمل يعني شيء في ملكوت الله مختلف عن كل الأشياء الأخرى حتى أفهم موضوع الصلاة مثل ما أنا حكيت في قاعدة مش قاعدة عامة لا في قاعدة خاصة قاعدة العامة للصلاة معروفة أبانا الذي قاعدة العامة للصلاة معروفة أنك تشكر تسجد تسبح ترنم هي قاعدة عامة كل كنائس تعملها كل الخدام يحكون فيها وهي القاعدة برغم أنها قاعدة عامة لكن قاعدة محدودة ليه محدودة؟ لأنه في الصلاة أمور مختلفة جدا على حياتي كأبن للرب أنا لما أفتح بالصلاة مع الرب المفروض أنه في أمور أخرى تنفتح أمامي لأنه الصلاة مثل ما حكيت أول أمر أو أول شيء أو أول قاعدة خاصة للصلاة أنه لا يوجد حد يعني لا تفكر اليوم أنك أنت صليت لطلبة معينة صليت لشراء بيت أو صليت لزواج أو صليت لعلاقة أو صليت لأمر معين خارق للطبيعة أو احتاجت لأمر معين وطلقت صلاة معينة وتتوقع استجابة معينة أحكي لك لا حدود لا حدود لا حدود ما في ليميت ما في شيء يخلي صلواتك محدودة لا في وقت ولا في مكان ولا في لغة ولا في طريقة معينة لأنه دائما الصلاة مختلفة الصلاة لا تحد مثل الكتاب حكى نهر السباحة لا يعبر الصلاة هي نهر سباحة لا يعبر
الصلاة هي الدخول إلى العمق بطريقة مختلفة. تلاحظ نفسك دي تمشي 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 تعوم 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 وتاخذ تاخذ تاخذ من قوة الصلاة وما ما ما مش راح مش راح مش راح الرب يقول لك خلص كل اللي عندي أعطيته لك. لا، ما في شيء اسمه كل اللي عندي أعطيته، في شيء اسمه مد إيدك وخذ، في شيء اسمه قدر ما أنت تقدر أن تمد إيدك من خلال الصلاة ممكن أنت تأخذ من خلال الصلاة أمور مهمة. وهذا الأمر كتابي، لأنه ما في شيء كتب في كلمة عن الصلاة ليس له أهمية. اسمعوني، يعني كان ممكن الكتاب المقدس يكتب أن صلى فلان، صلت فلانة، ممكن يعطيني نماذج من صلوات المؤمنين، لكن لما يكتب لي بالكتاب المقدس صلى فلان ورفع يديه في الصلاة، أو صلى فلان وهو ساجد على ركبتيه، ويحكي لما صلى فلان وهو مليان وجهه بالدموع والبكاء، لما يحكي لي صلى الرب يسوع على الجبل وتحول صلاته إلى قطرات من قطرات العرق تحولت إلى دم، ولما يحكي لي بهاي الطريقة ويحكي لي عن جسد في أمور معينة، لازم أفهم أنه كلمة الله مهتمة مش فقط بصلوات اللي أنا أطلقها من فمي، لكن روح الله مهتم جدا أنه يوصل لي الحالة اللي أنا عم بصلي فيها، الحالة الجسدية اللي أنا عم بصلي فيها. رح يعطيني، رح ينظر إلي، رح أشرح لكم بالضبط كل حالة جسدية أنا بمر فيها شو معناتها. يعني لما أنا برفع إيدي وبصلي بهاي الطريقة شو معناتها، لما أنا بصلي بهاي الطريقة شو معناتها، لما أنا بصلي بهاي الطريقة شو معناها. كل حركة جسدية في الصلاة من خلال كلمة الله لها معنى ولها ثقل ولها قوة، ومن وراها رسالة، رسالة إلي أنا كمصلي، ورسالة للسماء، ورسالة للأرض. ثلاث أنواع من الرسائل الرب يعطيني من خلال الصلاة. لكن راح أدخل شوي شوي وراح أتكلم بطريقة يمكن أول مرة تسمع هذا الكلام. فأول نقطة خليها أمامك، اكتب لا حدود لقوة وعمل الصلاة في حياتي. ثاني نقطة، لا يوجد صلاة لها مخطط سابق أو صلاة محفوظة كلمات برددة. عندما تبدأ بالصلاة في وسط الحرب الروحية أو حربك، الرب رح يعطيك الاستراتيجية للنصرة، يفتح عيونك على الاستراتيجية على المخطط، ويعطيك المخطط اللي عامله العدو ضدك، ويعطيك المخطط اللي انت من خلاله تغلب العدو. أعيد، يعني اليوم انت رح تروح البيت حتى تحرر ناس من أرواح شريرة، أو رح تطلع في مشوار معين ورح تصلي في هذا المشوار. انت ما تحتاج تعمل مخطط، انت ما تحتاج شو الكلمات اللي انا راح احكيها اثناء ما انا بدخل في الصلاة في بيت الناس او في بيت ابني او في بيت اخوي او في بيت اي مكان. ما مش محتاج. انت راح تاخذ المخطط، انت راح تاخذ الاستراتيجية. الهك اله ترتيب، الهك مش اله فوضى. الهك لما يشوفك انت داخل امامك شيء، انت داخل في مكان وعلى قلب الرب انه يستخدمك، هذا المكان اللي انت داخل فيه، هذا البعد اللي انت واصل له، لا تخطط له، انت داخل من خلال علاقتك وشراكتك مع الرب راح تلاقي المكان مرتب بطريقة معينة. راح يكشف لك في الرب أمرين. الأمر الأول يعطيك استراتيجية الصلاة، يعطيك كيف تصلي، شنو الكلمات اللي راح تقولها، كيف راح تتحرك، شو راح تستخدم المي، شو راح تستخدم الزيت، متى تستخدم الصليب، متى تستخدم الكتاب المقدس، شو الآيات اللي انت راح تستخدمها في هذا المكان. هاي استراتيجية، هاي طريقة يستخدمها الرب على حياتك حتى انت تعرف كيف تتصرف. مش محتاج تجيب معك طعام وتأتي، انت طعامك موجود في مكان المعركة، طعامك موجود في المكان اللي انت راح تستخدم فيه صلواتك. بنفس الوقت الرب راح يكشف لك استراتيجية العدو، نفس الوقت الرب راح يكشف لك تحركات إبليس، راح يكشف لك تحركات الشخص اللي أمامك كيف بيتحرك وكيف عم يشتغل وشو المخطط اللي جواته ضدك وضد أي شيء آخر.
هذا هذا هام. ليه؟ لأنك أنت ورايح للمكان في شيء اسمه مجد الله يجمع سقطك، في شيء اسمه مجد الله ينير ظلمتك. طبعا هذه الكلمات هامة جدا، هالكلمات يمكن راح تسمعها مني اليوم، راح تقول أنا فعلا هاي قريت الكلمات كثير، أنا فعلا قريت هاي الأمور كثير، لكنه أنا ما كنت مدركة. راح أعطيك مثل راح يخليك تصحى بصحوة غير عادية. داود لما راح حتى يزور أخواته، داود لما وصل إلى مكان المعركة ما كان مخطط داود أنه يتقابل مع جولياط، ما كان عنده خطة، ما كان عنده ترتيب معين، لكن ولا واحد فينا فكر هل داود صلى قبل أن يتقابل مع جولياط؟ أحكي لك سر ولا خلي، لا خليني أحكي، نعم أحكي لك سر. داود صلى، صلى في هذا الوقت، صلى بطريقة مختلفة. صلى داود بكلمات من آية واحدة فقط أتت في مزمور 57:8، 57:8. داود قتل دب وأسد لما كان في البرية، داود قتل دب وأسد من خلال مسحة وضع الرب على حياته وهو يرعى الغنم، ما كان مستعد أن يرى دب وأسد، لكن تواجه مع دب وأسد، رب كشف له دب وأسد، وهو بتواجه مع الدب والأسد أعطاه استراتيجية، قال له اقتل الدب والأسد، راح قتل الدب والأسد. لما أتى للحرب ما كان هو مستعد ولا كان مدرك ولا كان مخطط أنه يتقابل مع جولياط، لكن وهو بيتقابل مع جولياط وهو بيفكر بجولياط هذا الرجل العميق، احتاج مرة أخرى لمجد أعظم. حكى هاي الكلمات في مزمور 57، استيقظ يا مجدي. مجدي؟ شو بيحكي داود؟ يقول هذا المجد اللي أنا حاربت فيه الدب والأسد وقتلت الدب والأسد، الآن أنا بواجه دب وأسد أقوى، لكن هذا الدب والأسد هو عبارة عن شخص اسمه جولياط. كيف أواجه جولياط؟ أحتاج إلى مجد، أحتاج إلى قوة، إلى مخطط إلهي. فكيف رح أخذ هذا المخطط؟ من خلال وجودي في حضور الله. إذن استيقظ يا مجدي، استيقظ يا رباب ويعود. بدأ يتكلم بمزامير، الرب راعي فلا يعوزني شيء. فاكر الكلمات اللي حكاها داود هو بيتقابل مع جولياط؟ حكى الرب راعي، استيقظ يا رباب ويعود، استيقظ سحرا، في قوة، قوة في هذا الاستيقاظ لمجد الرب على حياة داود وهو بيتواجه مع جولياط. هذا كلام هام جدا، هذا مستوى أعلى من المجد اللي كان يحتاجه داود وهو بيقتل الأسد والدب. احتاج إلى مجد أعلى، احتاج إلى قوة أعلى، احتاج إلى استراتيجية. ما جاب معاه من بيت يسى، لا، هو أخذ قوته واستراتيجيته في الصلاة أثناء المواجهة. أثناء المواجهة حكى له جولياط، قال له اسمع، أنت تأتي إلي بسيف ورمح، أما أنا فباسم رب الجنود إله إسرائيل الذي أنت تعير صفوفه. اليوم الرب وضعك في يدي. كيف عرفت يا داود أنه اليوم الرب وضع جولياط في يدك؟ من أعلن لك هذا الإعلان؟ قال أنا شفت الخطة، أنا شفت الاستراتيجية اللي أمامي، الرب وضح لي النصرة. ليه؟ كيف عرفت يا داود؟ قال ما أنا بالأساس بتمشى في الحضور الإلهي، ما أنا من الأساس قلبي هو قلب صلاة، ما أنا من الأساس الرب قال عني وجدت داود بن يسى حسب قلبي يعمل مشيئتي. فأنا مدرك أنه مشيئته، وأنا مدرك الخطة، وأنا مدرك الاستراتيجية، أنه الرب ما جابني كل هذه المسافة حتى أعطي خبزتين لأخوتي، الرب جابني كل هذه المسافة حتى أقتل جولياط. هذه استراتيجية حربك مع العدو، هذه الاستراتيجية اللي على قلب الرب أنك أنت تفهمها. هذا مخطط الرب يعطيه لك. قال له اسمع، طريقة قتل جولياط مش بالسيف، طريقة قتل جولياط مش بأنك تلبس سلاح الدرع ولا بخوذة ولا 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 تأخذ سيف شاول. طريقة قتل جولياط، المخطط لقتل جولياط، هي عبارة عن حصى صغيرة ومقلاع. مجرد ما راح تخلي الحصى في المقلاع وراح توجه هاي الحصى إلى جولياط، هاي الاستراتيجية، هذه الحصى اللي أنت استخدمت فيها مجد الله، هذه الحصى لما راح تضرب جولياط راح تخليه نازل على وشه على الأرض. هذا هو الرب يمنحك استراتيجية في الصلاة. لازم تدرك إنه الموضوع قد تم وانتهى الأمر. اسمعني للمصلين المحاربين اللي أنت تصلي وكأنك كأنه الموضوع أنت خايف من عنده.
لما تأخذ استراتيجية من الرب، خلي أمامك قاعدة كبيرة عريضة، إنه الموضوع اللي يطلقني فيه الرب قد حسم، مش راح يحسم. داود عارف، قال له اليوم الرب يضعك في يدي، يعني بمعنى آخر الموضوع محسوم. لو أنا صليت بدون استراتيجية، لو أنا صليت لأنه مطلوب أصلي وتأثرت بكل ريح تعليم، روجة تأخذني وروجة تجيبني، ومن الواضح أنه جوليات رح يهرسني، مش رح يخلي فيها شيء. أنا أحتاج أني لما أواجه مثل جوليات، مثل ظروف جوليات، مثل أمور جوليات، لازم أخذ استراتيجية، وإلا أنا صلاتي هي عبارة عن مضيعة للوقت. ليش؟ لأن الصلاة التي ليست فيها نتيجة ولا تغير شيء من حياتي هي صلاة غير مقبولة وغير مسموعة من عند الرب. لازم أفهم أنه الرب يتحرك من خلالي، لازم أفهم كيف أكون أخذ استراتيجية من عند الرب. كيف أخذ هذه الاستراتيجية؟ كيف أخذ الخطة؟ أول نقطة خليها ببالك، لازم تعرف هويتك في المسيح، لازم تعرف أنت كيف عم تتحرك من خلال النعمة. لا تجي بقائمة طلبات عند الرب. يعني تخيل داود يقف قدام الرب يقول له يا رب انطيني قوة، يا رب انطيني سيف، يا رب انطيني، يا رب انطيني، وكأنه عامل متسول. هاي مش استراتيجية، تبعوا على كلامي. استراتيجية المؤمن مختلفة، استراتيجية المؤمن مختلفة. لازم اولا لما تيجي عند الرب تعرف هويتك، لازم اولا لما تصلي حتى تعرف مخططات الرب لحياتك، لازم تكون على علاقة حقيقية مع الرب، مثل ما كان موسى على علاقة، مثل ما كان ابراهيم على علاقة، مثل ما كانوا انبياء الرب على علاقة مع الرب. لما اكون على علاقة مع الرب راح اسمع للرب، راح يحدثني الرب، راح يعطيني الرب المخطط والاستراتيجية اللي انا بشتغل من خلاله. لما اخذ استراتيجية واعرف ان الموضوع قد حسم في السماويات، بعد ما يحتاج افكر بالنتائج، لانه النتائج محسومة، محسومة بالاشخاص وبالاماكن وفي المناطق كمان. واحدة من الاشياء الهامة اللي الرب كان دائما يخليها امامي، لما الناس تيجي تحكي لي احنا اشترينا بيت، احنا اشترينا ارض، احنا اشترينا موضوع معين، احنا سوينا شيء، من فضلك تعال بارك البيت. كنت اقعد مع الرب، كنت اول سؤال اسأله للرب، يا رب هل في دم في هذا البيت؟ هل في ناس عملوا دم؟ هل في ناس عملوا ذبائح؟ هل في موت للاطفال؟ هل في شيء؟ كان يهمني اعرف هذا الموضوع. كان يقول لي الرب ايه في، روح لهذا البيت وانت تصلي استخدم سلطانك في كسر قوة الدم. كنت افهم. مرة دخلت بيت من البيوت، كانت المرأة هي طلبتني، طبعا كان زوجها منتحر، ضرب نفسه رصاصة مقوس نفسه. ولما دخلت البيت الطابق الأول ما في مشكلة، الطابق الفوق ما في مشكلة، المشكلة كانت في البيزمنت في الطابق السفلي. فحكيت لك أنا شاعر أنه الطابق السفلي في مشكلة. قالت لي إيه، زوجي انتحر وأنا نزلت كل شيء يخص زوجي في الطابق السفلي. قلت له الرب عم يعلن أن الطابق السفلي هذا في شيء يخص زوجك وفي شيء غلط وفي دم. قلت لي ما أنا عارفه، وهذا السبب أنا جبتك. أنا ما كنت عارف، لكن روح الإعلان، روح النبوة، الروح اللي أعطاه إياي الروح القدس حتى أقدر أفهم كيف أتصرف من خلال هذا الروح. أنا عرفت أنه هذا البيت في دم، هذا المكان منطقة كاملة، شوارع كاملة لما أتحرك أمشي فيها، أو لما أدخل في مكانات معينة. كنت بالعراق بصلي في أماكن معينة، هذه الأماكن كان يقول لي الرب اسمع لا تمشي على رجلك، امشي بالسيارة ولف حوالين هذا المكان ونقي هذا المكان من كل الرجاسات. كنت أمشي بالسيارة وبعض الأوقات خلي انزل الآن، ادخل في هذا المكان، اغتسل في هذا المكان، مد إيدك على هذا المكان. هاي استراتيجية، هاي استراتيجية نصرة، هاي استراتيجية أنت تفهم من خلالها كيف تتحرك في بعد قوي مع الرب. بدون أن أفكر كنت أطيع، لما كنت أطيع كنت ألاقي نتائج. هاي الصلاة، الصلاة مش كلمات أحكيها في الهواء وما يحصل في شيء، وواحد يجي واحد يعلمني يقول لي اسمع، مو لازم تنتظر، أنت وانت فانتظرها. نعم هاي الرؤية، أنت وانت فانتظرها. لكن لو أنا اليوم محتاج
قوة وحرية وإدراك حقيقي، إدراك عالي، إدراك قوي، إنه أنا أتحرك من مجد إلى مجد آخر، لازم أتحرك بطريقة مختلفة، لازم أفهم هذا الموضوع. أي عهد دم قبل ما أدخل في بيت قال يا رب اكسر عهود الدم، فلان اكسر على أمنح على حياته، هاي هي الاستراتيجية اللي كيف يعطيني استراتيجية وأنا ما عندي شراكة معاه؟ كيف يعطيني استراتيجية وسمعني صوته إذا أنا أصلا ما أصلي، إذا وأنا أصلي صلوات محفوظة، صلاة الوردية مثلا، كيف راح أخذ قوة من الرب وأنا مجرد أردد كلمات ما إلى معنى ولا أنا فاهم شو عم بحكي، لمجرد أني أنا مقتنع أن هي الصلاة ولازم أحكيها لأنه هذا المفروض أني أنا أعمله؟ كيف راح يكشف لي الرب أمور معينة في حياتي وأنا ما فاهم كيف أتصرف وما فاهم كيف أتعامل على بعد مع الرب؟ هذا إدراك عالي إنه كل صلاة وكل حركة جسدية أثناء الصلاة أنت تكون في مكان معين لها هدف، وعند استخدام في كلمة الله غير عادية، وأقدر أقول عنها هي قوة غير عادية فوق العادية حتى أنت تصنع أمور أو تتحرك في ملكوت الله. انتبه، غاية صلاتك الرب يسمعها من فمك، غاية الصلاة، هدف الصلاة الرب يسمعه من فمك، لكن تأييدات الصلاة أو بعض الأوقات أنت تصمت لكن جسدك هو اللي يتكلم أمام الرب، فالرب ينظر إلى جسدك أيضا. فاكرين حنا كانت تتمتم في الهيكل، كان مجرد تقول كلمات في الهيكل ما كان يطلع صوتها، وكان عالي الكاهن يقول لها أنت سكرانة، يعني بين عليك سكرانة، قلت لا أنا مرة. لكن هاي التمتمة، هذا السجود اللي سجدته حنا، هاي الكلمات اللي حكت فيها حنا بدون صوت، الرب عرف وحكى له السنة القادمة يكون عندك بيبي، يكون عندك طفل. هذا مهم جدا، مهم جدا. احنا بطلنا ندور على مجد الرب وقوة الرب من خلال صلواتنا، اتفقنا؟ احنا قلنا موسى كان عنده مجد على وجهه اللامع، لكن وجه موسى زال، احنا عندنا اقوى من وجه موسى. انت لما تصلي وشك وجسدك يختلف اكثر من موسى. ليه؟ لان الصلاة هي حرية، لكن هذه الحرية اللي اعطاها الرب لك بالصلاة عندها هدف واحد فقط، انه تنقلك من مجد الى مجد. حريتي في الصلاة، حريتي في إطلاق الصلاة، حريتي في رفع يدي، حريتي في التسبيح، حريتي في النط، حريتي في الرقص أمام الرب لأجل ملكوت الله، هذه الحرية، هذه الأمور اللي أنا بستخدمها في الصلاة عندها هدف واحد موجود في 1 كورنثوس 3:17 مكتوب: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. هاي حرية الصلاة، هاي حرية الالتصاق بالرب، هاي حرية الدخول في محضر الرب. وبعدين ونحن جميعا شو يحصل معنا؟ ناظرين إلى الرب، ناظرين مجد الرب، نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد، من مجد إلى مجد آخر، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. إذن في مجد الرب وفي مرآة وفي حرية، وكل هاي الأشياء رح تنقلني بالتدريج إلى مجد الرب المضاف. هذا اللي عم بحكي عنه. في ناس تصلي بأعطيني، في ناس تصلي تقول له يا رب أنا خاطي، وفي ناس مختلفة. فاكرين يمكن واحد من الأمثال اللي رح احنا فاهمين دائما هذا المثل على انه مجرد وزنات. فاكرين الرب لما حكى يعطي 1:30 و1:60 و1:100؟ اكيد فاكرين هذا المثل، موجود في الكتاب المقدس في انجيل لوقا ومتى. هذا مثل هام جدا لكن احنا مش فاهمينه. مين هم الناس اللي اعطاهم 30؟ ومين هم الناس اللي اعطاهم 60؟ ومين هم الناس اللي اعطاهم 100؟ مين هذول الناس؟ شنو هاي الارقام؟ احنا نعدي بهذه الارقام لكن ما نقف عندها. واحد اعطى وزنه، واحد اعطى 3 وزنات، واحد اعطى 5 وزنات. طب شو هاي الارقام؟ يا عم يعطيني ارقام. لما تدرس هذا الموضوع تشوف هذا الموضوع يخص الصلاة. الناس اللي في 30 هذول الناس واقفين يصلوا، كيف عم بيصلوا؟ يا رب احنا خطاط، يا رب انا خاطي، يا رب انا جايب كل خطاياي واخليها امامك، يا رب أنا غير مستحق، يا رب أنت بس تعال يا رب اغسل خطيتي. مش عايشين النعمة، عايشين الناموس.
لهذا السبب هذول الثلاثين بقوا ثلاثين، وحتى خسروا الثلاثين، خسروا القوة والنعمة اللي على حياة الرب انه يعطيها إلهم. ما كانوا عارفين الصلاة، كانوا فاهمين انه هم غير مستحقين، وانه هم خطاط، وانه هم بعاد، وهم دائما يروح للكنيسة يقول للكاهن انت خاطي، انت خاطي، انت مضروب على راسك، انت ما مستحق، انت. وبقى طول حياته هو خاطي، مش عارف كيف يتحرر من الخطيئة. هذول الثلاثين اللي حكى عنهم الرب. في ناس أكثر شوية، هذول الستين، الستين يصلون بطريقة غريبة، يصلون مثل شحاتين، يجي عند الرب جايب له قائمة الطلبات، أعطيني أعطيني أعطيني، ومات إيده، وده يقدم من الرب عطايا، ويقدم من الرب عطايا، يقول يا رب أعطيني أمتلئ بالروح، أعطيني فلان شيء، أعطيني فلان شيء. قل له يا رب أنا 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 جاهز، أنا بتحرك في الحضور، أنا بتحرك في المجد. مختلف من تيجي تقدم طلب قائمة من الطلبات الكثيفة وأنت غير مدرك أنت كيف تتصرف. ستين هذول حتى لو الرب عطاهم، حتى لو الرب عطاهم ويصلوا مثل الشحاتين، لكن حتى لو الرب عطاهم تعرف كيف يتصرفوا المجموعة؟ هاي العطية اللي يعطيها الرب رغم أنهم عم يصلوا فيها، لكن مش راح يصدقوا بالعطية. يعني يقول له يا رب أنا أريد أتكلم بألسنة، لما يعطي الرب ألسنة يقول له هاي مش ألسنة، هاي ألسنة شياطين. لما يقول لهم انا اشفى، لما يعطي الرب شفاء يقول لا الشفاء لا لا انا بعرف انه الشفاء انتهى مع الرسل ومع التلاميذ. حتى هذا النوع ما بياخذ شيء. ليه؟ لانه يطلب لكن يطلب رديا، مش عارف كيف يطلب. لما صلوا التلاميذ لبطرس، بطرس كان بالسجن، الرب استجاب، ارسل له ملاك، قطع القيود، قطع السلاسل، قطع الدنيا كلها، جاء بطرس ضرب على الباب، فتحوا الباب، شافوا بطرس غلقوا الباب، غلقوا الباب، ما صدقوا انه بطرس. راحت الجارية تقول لهم بطرس بالباب، ولا واحد ما صدق. طب انت ليش كان بتصلي اذا انت مش مصدق اصلا انه بطرس راح يتحرر؟ هاي مجموعة الستين، هاي كنائس بتصلي بهاي الطريقة، هاي كنائس بتصلي بهذا الموضوع. هذا صعب جدا انك انت تاخذ من هذول الناس شيء. مجموعة المئة هم الاهم، مجموعة المئة هم الناس اللي يتحركوا مش على الارض. هذول الناس اللي آمنوا في أفسس 2:6 اللي قال عنه الرب وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، هاي المجموعة تتحرك في العرش، تتحرك في السماويات. هاي المجموعة تأخذ من السماء، تأخذ من العرش، تأخذ المسحة، تأخذ الحضور، تأخذ المجد، تأخذ السلطان، تأخذ البركات، تأخذ الشفاءات، تأخذ كل شيء من هناك وتنزل تحقق مشيئة الله على الأرض. هاي المئة، هذا السبب رب حكى للثلاثين قال رح أخذ منكم الثلاثين، حكى لأهل الواحد قال رح أخذ منك الواحد، لأنك ما عرفت تستثمر العطية، تعال أعطية لأبو المئة. ليه؟ رب طالب ناس تتحرك في الصلاة من خلال ملكوت الله، مش من خلال الأرض، مش من خلال طلبات، مش من خلال قدية أنا بقدية، لا، أنا محتاج أتحرك بطريقة مختلفة على حياتي حتى أخذ من الرب الوعود الكتابية. ليه الوعود ما عم تتحقق في حياتي؟ لأني عم بطلب وعود وأنا عم بتمشى على الأرض وأنا ما مصدق إنه هذه الوعود ممكن أن تتحقق في حياتي. لكن خليني أطلع باية، خليني أطلع شوي لفوق، خليني أنظر للسماويات، خليني أشوف قوة الرب من خلال الصلاة في السماويات، أتحرك في أجواء سماوية، راح أشوف نفسي أنا بتحرك بحرية غير عادية، وروح الله عم يتحرك بحياتي بطريقة مختلفة. النوع الآخر من الصلاة اللي حكي عنه الأساسيات الخاصة بالصلاة، تعرف أول مكان تستثمر فيه صلاتك هو عائلتك. استثمر صلاتك في عائلتك، الرب يتحرك بحرية أكثر من خلال صلاة العائلة. العائلة المصلية مملوءه بالروح القدس هي عائلة مستخدمة ومؤثرة جدا في ملكوت الله. ازرع صلاة في عائلتك، ستحصد خدمة ممسوحة بالروح القدس وآيات وعجائب في كنيستك وفي المكان اللي انت. حتى أولادك لما يكبرون ويتزوجون راح تلاقي اللي انت زرعته بابنك واللي انت زرعتيه ببنتك من صلوات راح ينتقل الى بيوتك. حتى ان انت اجتازيت في ظرف صعب، اجتازيت في امراض، اجتازيت في اي امر اخر، هذا المرض، هذا الظرف الصعب، هاي الاشياء الصعبه، لما بيتك جاهز بالصلاه راح تتحول هذه الامور لبركتك، لانه الرب راح يقود عائلتك بطريقه معينه للصلاه. من خلال هاي الصلوات انت راح تشفى، من خلال هاي الصلوات انت راح تكون بركه الرب على حياتك بطريقه غير عاديه. هذا مهم، مهم انك تفكر بهاي الطريقة، مهم انك تفكر بهاي الطريقة. انت بقالك سنين تصلي،
هل في نتائج من صلواتك؟ هل في بركه من صلواتك؟ هل في قوه من صلواتك؟ ولا مجرد انا عم بصلي صلوات ما تاثر؟ تعرف شو معنى انك تاخذ استجابه صلاه؟ الشخص المصلي بدون استجابه الصلاه، انا حكيتها، في ضعف في صلاته او في عدم استجابه في الصلاه. ليه؟ لانه ما في معجزه. علامه استجابه الصلاه هي معجزه، معجزه بسيطه، معجزه قليله، قد تكون ما بتكون المعجزه، مهما تكون المعجزة، لكن هاي استجابة الصلاة، هاي معناتها صلاتي مقبولة وناشئة أمام الرب، هاي معناتها صلاتي وصلت إلى الرب وأبطل أقلق من الصلوات اللي أنا دا أقدمها. الصلاة لازم تاخذ مكانها الطبيعي. في صلوات اتحكت في الكتاب المقدس كان لها قوة غير عادية. سميت بصلوات المجد، أنا حكيت عنها قبل شوي، وبعض الأوقات أنا أكرر هاي الأمور حتى تفهمها. اسمعوني، الرب عنده أكثر من المواهب، الرب عنده أكثر من المسحة، الرب عنده أكثر من العطية، الرب عنده أكثر من تسديد الاحتياجات، الرب عنده شيء اسمه المجد. تعرف شو معنى كلمة مجد؟ مختلف. إذا طلعت أشعياء 60 راح تفهمني. أشعياء 60 اتكلم عن مجد يخلق استنارة في وسط عالم مظلم. شوف الآيات اللي حكاها أشعياء 60، قال قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. اسمع الكلمات، ومجد الرب أشرق عليك. كيف أشرق مجد الرب؟ من خلال صلوات. كيف أتى نور الرب؟ من خلال صلوات. كيف بدت الاستنارة تظهر؟ من خلال صلوات وعلاقة مع كلمة الله وعلاقة مع الرب. طب شو النتيجة؟ قل لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمام. طب وأنا؟ أنا شو عم يحصل معي؟ أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما أنا، قل هاي الكلمات وأنت تصلي، قل وأما أنا يشرق الرب على حياتي ومجد الرب يرى علي. أنا عايش في وسط عالم مظلم، أنا عايش في وسط عالم في تعب، أنا عايش في وسط عالم بخطايا. طب كيف أقدر أعيش أنا وأولادي؟ كيف أقدر أنا أكمل؟ كيف أقدر أنا أستمر في وسط هذا العالم اللي مليان بالخطايا؟ كيف أقدر أنا أعيش مستوى أعلى من المستوى اللي أنا فيه؟ عالم محاط بالظلام، أنا مجد الرب يشرق علي، أنا أتمتع بنور الرب، أنا جاء موعدي، أنا جاء وقتي، أنا جت صلواتي بهاي الطريقة، صلواتي في أشعياء 60، أنا أقوم الآن وأستنير لأنه مجد الرب أتى وحضور الرب وقوة الرب وسلطان الرب. هاي صلوات اسمها صلوات المجد، هاي صلوات اسمها صلوات المجد. أنا أصلي بهاي الطريقة، أنا في وسط عالم مظلم مش راح يلمسني هذا العالم المظلم، أولادي مش راح يسرقهم هذا العالم، أحفادي ما راح يكونون تحت تأثيرات هذا العالم. لماذا؟ لأنه الظلام الدامس غطى الأمم، أما أنا فيشرق علي الرب. أنا أقدر، أنا مفتح لأني دا أشوف بالنور، ما دا أشوف بالظلام. هذا إعلان نبوي إلك، خذ اليوم وتحرك فيه بقوة غير عادية، خذه واشتغل فيه بقوة بسلطان غير عادي حتى تتمتع بلمسة من الرب غير عادية. أنت محتاج إلى هذا النوع من النور، أنت محتاج إلى هذا النوع من الاستنارة. هاي صلوات مهمة جدا، هاي صلوات تعلمك كيف تاخذ اللي إلك في المسيح يسوع دون أن أنت وبيتك وعائلتك تتعرضون لأي مجالات ظلمة من أرواح شريرة. هذا مهم. طيب خلوني أعطيكم حتى يكون كلامي كتابيا أكثر، أعطيكم بعض الآيات من الكتاب المقدس أو بعض المصلين من الكتاب المقدس ونشوف كيف كانوا يصلوا وكيف كان مجد الرب وحضور الرب يغير حياة هدول المصلين. وإذا تقارن صلاتك اللي أنت تصليها بشكل يومي أو صلاتك اللي أنت تقدمها للرب مع هدول المصلين، لأنه المصلي الرب يعطيه اسم يعني أو يعطيه مركز، خلينا نقول أفضل. كل مصلي وقف قدام الرب بصلاة معينة، كان هاي الصلاة فيها كلام وكان فيها حركات جسدية، الرب أطلق على هذا المصلي أسماء جديدة أو اسم جديد خلاه هذا المصلي يتمتع بمجد. خلينا نأخذ أول مصلي إبراهيم. إبراهيم كان شخص مصلي. كيف كان يصلي إبراهيم؟ إبراهيم كان يصلي بطريقة مختلفة. عدد تكوين 17:3 يقول فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه.
أول خطوة كان يصلي فيها إبراهيم كان يسقط على وجهه، كان واقف بهذه الطريقة، وأول ما يشوف حضور الرب، أول ما يرى مجد الرب، أول ما يشوف الرب قادم، كان مجرد أنه يشوف حضور الرب أو يشعر بحضور الرب كان ينزل على وجهه بهذه الطريقة، يسقط على وجهه أمام الرب، كان يعلن بهذا الأسلوب من السقوط الجسدي أنه الرب القدير أمامه وهو غير مستحق أن يقف أمام الرب. فالرب أطلق اسم على إبراهيم، قال إبراهيم خليلي. ليه يا رب خليلك؟ ليه خليلك؟ قال هو صديقي الأقرب. إبراهيم صديقك؟ إيه هو بيست فريند. ليه بيست فريند؟ لأنه كان فاهم لما أنا أكون موجود كيف يتصرف بالجسد وبالروح. كان عارف إبراهيم لما أنا أدخل إلى مكان إبراهيم أو إبراهيم في مكان معين، لمجرد أنه يراني، لمجرد أنه يحس في وجودي، كان أول شيء يعمله كان يسقط على وجهه دلالة على احترام، دلالة على مهابة، دلالة بالرغم أني أنا واحد من أنا قريب جداً، لكن برغم قربي له، برغم انه صديقي، برغم انه علاقتي بابراهيم قويه جدا، الا انه ابراهيم كان يشوفني كان يتعامل معي بهذه الطريقه، كان ينزل على وجهه امامي. هل كان مهم ينزل ابراهيم على وجهه؟ ما كان يقدر ابراهيم مثلا يقف ويتكلم مع الرب؟ ليه كان ابراهيم يسقط على وجهه؟ هذه كانت الطريقه، هذا كان اسلوب استخدمه ابراهيم، والرب كان راضي ودونوا إذن بالوحي. إذا لما تنزل على وجهك في الحضور الإلهي أنت بتعلن قدرة واحترام للرب القدير اللي أنت واقف أمامه. مهما كانت علاقتك مش راح تكون علاقتك زي علاقة إبراهيم بالرب. إبراهيم اللي هو خليل الله تعامل بهذه الطريقة. إذا مخافة الرب، حضور الرب، هيبة الرب كانت موجودة على حياة إبراهيم، فكان يسقط على وجهه. نأخذ مصلي آخر كان بطل جدا. هذا المصلي لما الرب أعطاه خدمة قال أنا ثقيل الفم واللسان، يعني ما يقدر يتكلم لا بفمه ولا بلسانه، يعني لما يتكلم يتأتأ، ولما يتأتأ بالكلام ثلاث أربع كلامه غير مفهوم. لكن شوف شو الرب تعامل مع هذا الشخص. خروج 9:27 موسى يقول فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما أخطأت هذه المرة للرب، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، صليا إلى الرب وكفا حدوث رعود والبار فأطلقكما ولا تعودا يعني تأتوا إلى هذا المكان. فالرب فموسى هو خارج من لدن هارون حكى هذه الكلمات، فقال له موسى عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا لكي تعرف إن للرب الأرض. الطريقة الثانية، موسى، مين موسى؟ موسى كليم، كليم يعني متكلم، شخص ثقيل الفم واللسان، شخص ما يقدر يعبر عن الأمور عن طريق الكلام. كيف موسى كليم الله وهو لا يتكلم؟ كيف موسى ثقيل الفم واللسان وهو لا يتكلم؟ كان طريقة الحوار بسط اليد، كان يبسط يده إلى الرب، كان يرفع يده بهذه الطريقة، كان يرفع يده بطريقة إلى الرب. لما يرفع يده بهذه الطريقة إلى الرب، بهذه الطريقة إلى الرب، كان الرب عارف موسى اللي على قلب موسى أن يتحدث فيه، كان شايف الرب يدي موسى المتشفعة بهذه الطريقة، كان شايف الرب موسى كيف عم يتكلم. موسى أغلب خدمات الصلاة كان فيها جسد، أغلب خدمات الصلاة اللي عملها موسى كان فيها أمور جسدية. فموسى واحد من الناس اللي صلوا خروج 9:27، لكن طريقة صلاة موسى كانت برفع اليد إلى فوق، وكان هاي الطريقة رفع اليد فيها إعلان آخر مش فقط للرب ولا فقط لموسى، لكن كان فيها إعلان للناس أنه أنا لما أرفع يدي للرب تعرف كل الأرض أنه الرب هو الملك والمسيطر. تعرف لما ترفع يدك بهاي الطريقة للرب في وقت بروق ورعود، في وقت أمور عم تحصل في الأجواء، أنت بترفع يدك بهاي الطريقة، أنت تعلن أن الرب القدير هو ملك وسيد ومسيطر على كل الأجواء المحيطة فيك. حتى الناس اللي راح تشوفك ترفع يدك بهذه الطريقة، ليش صليت بهذه الطريقة؟ قال لهم هذه الطريقة هي علامة على ملكية الرب على كل الخليقة، هي علامة على سلطان الرب. فاكرين الرب يسوع لما صلى حتى يوقف الريح كيف صلى؟ قل رفع يده إلى فوق،
نفس الرب يسوع لما حب يوقف الريح، لما حب يوقف الاضطرابات في الأجواء المحيطة، رفع يده إلى فوق، فكانت علامة. رفع اليد علامة، هاي الطريقة هي علامة إلى أن الرب له السلطان، له الملك، له القدرة، له القوة في كل شيء. إذا الرب كان يدون إذنا هاي الحركة الجسدية حتى نفهم من خلالها أن الرب موسى ما كان قادر يتكلم، موسى ما تكلم، كان هارون هو اللي يتكلم، لكن كان موسى يوصل لهارون طريقة أو رسائل النبوية عند الرب، لكن بنفس الطريقة الرب فهم قلب موسى وتحرك على هذا الأساس. طب خلونا نشوف أكثر، لو أنا عندي حرب روحية، لو في عماليق عم بتحاربني، صلاة الحرب الروحية هذه مهمة جدا، يا ريت تنتبهوا إلى الكلمات القادمة. ليه؟ اسمعوني، الحرب الروحية فيها جزئين، فيها محارب وفيها شخص يرفع المحاربين. فيها محارب نازل في المواجهة مثل ما أنا محارب أنزل في المواجهة، لكن ورايا في شخص روحيا عم يرفعني. هذا الشخص الروحيا عم يرفعني يتحمل ثقل على جسده أكثر من الثقل اللي أنا أتحمله كمحارب. ليه؟ لأنه هذا واقف يعمل حرب روحية في الأجواء السماوية، ولأنه عم يعمل حرب روحية في الأجواء السماوية يحصل عنده ثلاثة أشياء: يحصل عنده تعب جسدي، يحصل عنده رجفان في اليدين، ويحصل عنده عدم ثبات في الرجلين أو رجفان في الرجلين. منين جبت هذا الكلام؟ خروج 17:10. خروج 17:10. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. المحارب يشوع، موسى هو الشخص الواقف على التلة، يشوع بيحارب في الوادي، موسى بيحارب على التلة، يشوع بيواجه الأعداء فيس تو فيس، وجه لوجه، موسى بيواجه الشياطين والثقل وهو مستند واقف على رجله، وفي يده عصا الله، في يده كلمة الله، عصا الله يعني كلمة الله. هو بيتكلم بآيات، هو بيتكلم بتسبيحات، هو بيتكلم بشيء، لكن لاحظ يقول ليحارب عماليق. أما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذ رفع موسى يديه، لما يرفع موسى يديه بهذه الطريقة إن إسرائيل يغلب، وانخفض موسى يديه عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين، يعني بدت يدا موسى تتحرك بهذه الطريقة، بدت يدا موسى ترجف، وبدت أقدام موسى أيضا ما تتحمل جسد موسى من التعب من الثقل، لأنه دعم بيحارب اليوم كله، عم واقف أمام العدو، واحد على الأرض وواحد على الجبل، اثنين عم بيحاربوا، لكن هذا اللي عم يرفع العصا بدت يداه ثقيلتين، بدت يداه تهتز بسبب الثقل، مش ثقل العصا، العصا مش ثقيلة، لكن بسبب ثقل الحضور الإلهي، بسبب ثقل المعركة، بسبب الثقل اللي خلاه الرب على حياة هذا الشخص، فبدأ يرجف، بدأ يرجف. مؤمنين خدام للرب لما تصلوا يا مؤمنين، لما تتكلموا عن الروح القدس، ما يحصل رجفان في أجسادكم؟ ما يحصل اهتزازات في الجسد؟ ما شوف إيدك مش قادر توقفها، ما شوف نفسك جسدك بدأ يتحرك، هل هذا شيطاني أم هذا من الرب؟ هذا موسى أمامك، بدأ يحصل اهتزازات في جسده، بس بدأت يداه ترتجفان، بدأت أرجله ترتجفان، بدأ في سلام داخله. كان موسى مش متعب، قلب موسى كان فرحان، قلب موسى شايف يشوع ينتصر، عيون موسى شايفة يشوع ينتصر، لكن جسد موسى بدأ ياخد ضغط، بدأ يضغط بسبب الحرب، الحرب الروحية. الوزنة اللي كان يحملها موسى كانت حرب روحية، هذه الوزنة كان موسى يقف على التلة ويشوع يعمل حرب على الأرض. بعض الأوقات أنا بالبرنامج لما أصلي أنا بعمل حرب بهذا البرنامج، لكن في أكثر من 40 واحد من عندكم ديسمعني ديصلي، أنت تصلي وتسمعني تلاقي نفسك أنت بالبيت أو أنت بالشارع أو أنت بالمكان بدأت ترجف 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 ترجف، مو لأنه فيك شياطين. أنت إذا فيك شياطين رح يغمى عليك، رح تقع، إذا فيك شياطين رح تغضب وتعصب ورح تترك البرنامج، إذا فيك شياطين رح تزعل ورح تقول أنا ما بدي أسمع هذا الإنسان مرة أخرى. هذا اللي فيه شياطين ممكن يكون عنده رجفة، لكن الرجفة يحصل فيها آلام مثل بطن، وجع بطني، يحصل فيها تقيؤ، يحصل فيها إظهارات غريبة
مش الاظهارات اللي يعلن الروح القدس. لازم تميز بين اظهارات الروح القدس اللي يعطيها الرب على جسدك وبين اظهارات العدو اللي 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 يعطيها العدو على جسدك. الانسان المليان بالروح القدس مثل موسى كان واقف على التله، بدت ايده ترجف من قوه العصا، من قوه السلطان، بدت ايده ترجف، ترجف سلطان، عصا يعني سلطان، يعني ارشاد، يعني قياده، يعني قوه الهيه، يعني شيء اعطاء الرب لك. انا ما عم بحكي شيء من عندي، انا هذا الكتاب خروج 17 من عدد 10 اقرا لنهايه عدد 12. هذا اللي حصل مع موسى لما 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 نزلت يد موسى، معناها لما نزل السلطان، لما واحد يطفي سلطانك راح تلاقي نفسك تنزعج. ليه انزعج؟ لان روح الله اللي رافعك، اللي رافعك راح ينزعج، لانك انت بالروح، لانك انت مرفوع، لانك انت واصل الى مرحله النضج. فالعدو كيف يتصرف؟ يقول لك اسمع، خليني ادز شخص يزعجه. المفروض الشخص اللي يحصل عنده بالصلاه بالروح القدس هذا النوع من الاهتزاز، تعرف شو يعمل؟ يجيب اثنين اخرين معه ويمسكهم، وهم الثلاثه يمسكون ايد بعض، هم الثلاثه يبدون يصلون صلوات حرب روحيه. المكان النصره راح تشوف هذا البرنامج بدون ما انا اتكلم، بدون ما اعمل شيء، كلمتين الارواح تطلع، الارواح الشريره تغادر. ليه عم بتغادر؟ شو كان عم يعمل يشوع؟ يعني شو الذكاء اللي بيشوع؟ شو الخبره اللي عند يشوع مع عماليق؟ ما يبيلوا عماليق، عملاق، عماليق يعني عملاق، عملاق معناها طول هذا الرجل اطول مني بمره ونص، عنده ست اصابع، يعني اذا لزم يشوع يمكن يعمل له نصين. شو اللي بيخلي يشوع يغلب؟ شو اللي بيخلي يشوع يتحرك بقوه غير عاديه؟ شو اللي بيخلي يشوع انسان منتصر؟ لانه عارف البلان، عارف المخطط، عارف الاستراتيجيه، عارف المعركه، شايف عنده موسى عم بيصلي له على الجبل على التله، عارف العصا اللي في يد موسى هي السلطان، عارف كل شيء. فما انزعج، نزل يحارب، وبعد ما نزل يحارب بقى فتره صغيره، قالوا لسه في كم عملوق صغير ما خلصنا عنه، شو رايك؟ والدنيا بدها تتظلم، قالوا شو نعمل؟ قالوا وقف الشمس شوي، نطول النهار شوي، قالوا اوكي يلا نطول النهار، طول النهار 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، حتى يخلصون من كم واحد من العماليق المتبقين. اذا حرب روحيه. ارتجاجك بالصلاه وانت صاحي وعظامك وجعك وجسدك ورجفانك، هذا معناه ملئك، هذا معناه انك بدك تتحرك في الحضور الالهي، هذا معناه انه في ثقل من المجد اكثر من جسدك. ليش الناس تسقط تحت المسحه؟ ليش الناس لما بصلي مع مجموعه من الناس اول ما اخلي ايدي على هذا الشخص يسقط؟ مو لا في عنده روح شريره، انتبه، هو عم ياخذ قدره وطاقه من السماء، من المسحة، من الحضور، من المجد أكثر ما يتحمل جسده. موسى ما قدر يتحمل جسده أنه يقف طول هذا الوقت ويرفع العصا. كيف يتصرف موسى؟ كيف يتصرف موسى؟ ما قادر انه 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 يعمل، ما قادر يقف، خلص رجل كبير بالعمر، عمره 80 سنه، واقف بايده العصا بهي الطريقه، بدأت ترجف، ايده بدأت ترجف بهي الطريقه، رجله بدأت ترجف بهي الطريقه، جسده بدا ينحل. قال كيف اتصرف؟ قال اسمع، راح نعمل فد امر مهم جدا. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين اخذ حجر، ووضعاه تحته فجلس عليه. اذا كان مجرد يديه عم ترجف، شو حاجته للحجر؟ تثبيت، صخره، خلى تحته حجر، جلس، رجله ثبتت شويه، جسم ثقل خاف، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والاخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس. شو اللي خلى اليدان موسى ثابتتين الى غروب الشمس؟ ما كانت ترجف. ما كان ممكن هارون يقول له لموسى انتبه موسى انت دا شك بيك روح شريره. هلا هذا هو الفرح الحقيقي. الانسان المليان بالرب يرتج بفرح، لانه فرح الرب هو قوتنا، هو قوتك، هو السلطان اللي عندك، هو الشيء اللي انت تشتغل فيه. فلا تظل خايف، هو انا فيا ولا مش فيا، هو انا عم بعاني ولا مش عم بعاني، هو واحد قال لي ولا واحد حبيبي. الا انت عندك ارواح شريره
راح يحصل شغلة واحدة بس، مش راح ترجف، راح تفقد الوعي، راح تسقط على الأرض مثل الحية، أو راح تقف تعمل مشكل، تتعارك، تصيرخ. هذا اللي عنده روح شريرة. اوعى تنسب عمل الروح القدس لأرواح شريرة، اوعى تدخل في هاي الخطية. اوعى تدخل وتفكر أنا عم برجف، يمكن هاي أرواح شريرة. لا حبيبي، إذا أنت في سلام، إذا أنت في فرح، إذا أنت في قوة، إذا أنت في نصرة، أنت بتحمل، أنت داخل حرب روحية، أنت محتاج أنك أنت تأخذ معك خدام آخرين يتحدون معك في الصلاة، وأنتوا الثلاثة تصلوا بيد واحدة، وهم راح يساعدوك، هم راح يثبتوك، هم راح يقفون معك، وأنتوا الثلاثة لازم تفهمون أنه أنتوا مش على الأرض، أنه أنتوا مش في الوادي، أنتوا فوق الجبل، فوق التلة، أنتوا في المرتفعات، أنتوا في الحضور الإلهي، أنتوا الطبقة الثالثة، أنتوا من مجموعة المياه اللي كتتجول في مجد الرب. اوعى تفكر غلط، اوعى تفكر غلط. إذا الآن أمامنا ثلاث أمور هامة، شخص سقط على وجهه، شخص رفع يديه، وكل واحدة من هاي الأشياء كان لها هدف. كان ممكن موسى ما يرفع يده، مجرد يقعد يصلي. هل كان مهم موسى يرفع العصا؟ ما هذا جسد. نعم كان مهم، كان مهم، مهم ترفع السلطان، مهم. لو ما كان مهم كان الوحي ما دونه إلنا. الوحي دون لنا اصحاح كامل عن صلاة موسى إلى الصبح، إلى غروب الشمس. هذا مهم. هذه الأشياء لا تأخذها سطحية، أو أوكي يعني إذا رفعت إيدي ورا. لا حبيبي، تفرق، فرقت عند الرب، فرقت عند الرب تفرق عندك. ناخذ شخص آخر صلى بطريقة أخرى، سليمان الحكيم. بسمع كل واحد سماه الرب. إبراهيم خليلي، يعني صديقي، بيست فريند. موسى كليمي، موسى كليمي يعني يسمعني واتكلم معه وجه لوجه. سليمان حكيمي أو حكيم. كيف كان يصلي سليمان؟ اسمعوني، سليمان صلى عند تدشين الهيكل. لما دخل يدشن الهيكل، كيف صلى سليمان عندما دخل يدشن الهيكل؟ مكتوب في ملوك الأول 8 عدد 54، وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع، إنه نهض من أمام مذبح الرب من الجث على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء، ووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال. هذا النوع من الصلاة مختلف، هذا النوع من الصلاة اللي أنت تقدمه في العبادة، هذا تقدمه أنت لما تكون في الكنيسة، هذا تقدمه لما أنت تقترب حتى تأخذ مائدة الرب، هذا نوع من الصلوات تقدمه لما أنت تدخل في مكان وهذا المكان بدك تدشنه للرب، دشن الهيكل. لما دشن الهيكل كان تقدم ذبائح في العهد القديم، هذه الذبائح في العهد القديم خلت سليمان اللي هو ملك وحكيم، وحكيم انه لما يصلي يجثو على ركبتيه ويرفع يديه تضرعا للرب. شنو قيمة اليدين والرجلين اللي عمله سليمان؟ هو عم يعلن عبادة. فالنوع العبادة المطلوب مني انا اعبد الرب، لما اجي اصلي، لما اجي اقف قدام الرب، لما اجي اقف في الحضور الالهي، اقدر انزل على ركبي وارفع يدي امام الرب حتى اعلن بركة الرب على مجموعة الأشخاص اللي أنا بتعامل معهم، إن كان بيتي، إن كان كنيستي، إن كان مجموعة مؤمنين. أنا أحتاج إلى هذا الأسلوب من العبادة والسجود والركوع والثبات والجثو على الركبتين مثل ما عمل سليمان. فالرب يقول عنه الكتاب المقدس استنشق رائحة رضا. ها؟ رائحة رضا يعني سليمان كان ممكن أنت تقف على المنبر مثلا وتقول لك كلمتين وقل يا رب أنا ببارك المجموعة، هل كان ضروري تشتو على ركبتيك؟ نعم كان ضروري يشتو على ركبتيك، ضروري لحضور الملك. لأنه تعرف لما جثى على ركبتي سليمان شو حصل؟ المبوقين السبعين اللي كانوا يبوقون في الهيكل ما قدروا يبوقون، خرجوا بسبب الشكينة، بسبب المجد، صار حضور للمجد داخل الهيكل. عارف لما انت تصلي بهذه الطريقة بيتك يصير فيه حضور، كنيستك يصير فيها حضور، التسبيح، وقفوا التسبيح، وقفوا الصلاة بالتسبيح. ليه وقفوا الصلاة بالتسبيح؟ لأنه الشكينة، لأنه المجد، لأنه الحضور الإلهي، لأنه في شيء حصل في الأجواء، لأنه في شيء حصل في الأجواء. احنا نخاف نسجد، احنا نخاف نرفع ايدنا، احنا نخاف نسقف. لو سقفنا كلمتين ينظر علينا الراعي نبطل نسقف.
بطل بطل، ليه مبطل؟ ليه خايفين من انك تتحرك بحريه؟ ما الرب هو الروح، وحيث روح الرب هواك حريه. تعرف انت لما ترفع ايدك وتجثو وتسقف وتنزل على وجهك وتعمل هاي الاشياء شو يحصل؟ مجد الرب يظهر، مجد الرب يظهر. سليمان لما صلى بهذه الطريقه يقول امتلأ البيت سحاب من مجد الرب. احكي لك ليه كنيستك فاضيه؟ ليه كنيستك ما فيها معجزات؟ ليه كنيستك ما فيها ايات؟ ليه كنيستك ما فيها استجابه صلاه؟ ليه؟ ما انت بتصلي، ما انت بتصلي، ما في اتحاد بين الروح والجسد، في تنافر، في خوف، في تعليم غلط، في 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 عبوديه. خليك محدود، خليك ابكي على خطيتك، اوعى تطلع برات اللي انت تعودت انك تعمله، اوعى تطلع برات اللي انت تعودت انك تشوفه، اوعى، انتبه. لا لا لا، هذا جسد، هذا جسد حبيبي. انا حكيت لك لغاية الان اربعة وعندي لسه تسعة، حكيت لك اربعة اشخاص، واحد حكيم، واحد كليم، والاخر خليل الله، والاخر مش عارف شو. كل واحد عنده مركز ولا على قلب الرب، كل واحد يهز جبال. هذول الناس صلوا بهاي الطريقة، هذول الناس لما صلوا واحد قتل جولياط والثاني حضر الرب الهيكل وسبى المكان والثالث قتل عماليق والرابع عمل لي مش عارف شو، وانت قاعد تصلي ملاك. كيف تكون ملاك؟ الله يخليك صلي بطريقه صحيحه، لانه صلواتك لما انت تصلي بطريقه صحيحه راح تعمل اختراقات غير عاديه بالروح القدس. رب اعطاك مكان تصلي فيه، لازم هذا المكان يمتلئ بمجد الرب. طب خلينا نشوف نوع خامس من الصلاة. في واحد صلى بدموع، بدأ يبكي وبدأ يتنهد وبدأ نفسه ينقطع. شو هالاظهارات الجسدية؟ يعني هذا البكاء كان له نتيجة عند الرب؟ واحد يصلي بدون ما يبكي، ليه عم تبكي؟ تعرف بعض الأوقات أنا مرت في حالات أنه أزور ناس معينين وأحكي مع هذول الناس، السقوط على الارض، يمكن ارد على اختي راشيل، رحيل، السقوط على الارض مش هو يعني. كثير ناس لما اصلي معهم يسقطون على الارض، يكون عندهم القدره الجسديه اضعف من قوه حلول الرب على حياتهم. وفي ناس بدون ما اخلي ايدي يسقطون، وفي ناس ما يسقطون. ليه؟ لانه بالداخل لسه ما وصلوا الى المستوى اللي خلص انا وصلت لحد خلص. يعني اسمع، انا وصلت لنقطه اللي يصير انا بدي اخذ من الرب. مش تمثيل، اسمعوني، انا مش بتكلم عن تمثيل، فهموني، انا بتكلم عن المجد، عن الثقل. بالهيكل 70 واحد كانوا يرنمون، وقفوا التسبيح، خرجوا. اللي وقع، اللي ركض، اللي ترك، ليه؟ كان الشكينة، الحضور الإلهي غير عادي، غير عادي. كل مرة تترك مساحة أكبر للحضور الإلهي وللمجد يخترقك، أنت راح تلقي نفسك مختلف، راح تلقي نفسك بطريقة أخرى. لما زوجتي تعمدت بالروح القدس، كنا في خدمة للأب دانيال، في يوم كانت الناس تسقط، وانا ابوع على الناس، قلت ليه عم يسقطوا دول الناس؟ هذا الحكي من 20 سنه تقريبا، ليه عم يسقطوا؟ ما حدا لمسها، ولا احد خلى ايده عليها، مجرد انه هي حضرت اجتماع روحي. اللي حصل انه روح الله انسكب، الشكينه انسكبت، ما كنا نعرف شنو معنى تكلم بألسنه، بدات تتكلم بألسنه، وبدينا نسال شنو هذه اللغه؟ مش فاهمين هذا الكلام، ليه عم تحكي بهذه الطريقة؟ عرفنا انه هذه موهبة تكلم بألسنة. طب احنا لا فاهميها ولا عارفيها ولا طالبيها ولا مجرد حضرنا خدمة روحية كان فيها انسكاب للروح القدس. الناس اللي سقطت كثير من عندها ما تكلموا بألسنة، لكن كان روح الله يتحرك بالمكان. هاي الشفتين اللي تتحرك، هذه مش جسد؟ هذا الصوت اللي يطلع مش صوت مختلف عن الصوت العادي؟ اذا الرب مهتم الرب بهاي الاشياء. داود لما وقع بالخطيئه، عارفين داود لما اخطا
أو سقط في الخطيئة. إحنا كلنا فاكرين إنه مزمور 51 هو مزمور التوبة وما في غيره. لا، في غيره، مزمور آخر كتبه داود قبل مزمور 51، كان بيتكلم فيه عن حالته لما سقط بالخطيئة، وحالته لما تاب، وحالة الرب لما تعامل معاه. مزمور ستة لما صلى داود، كيف صلى؟ قال تعبت في تنهدي، ما قادر أتنفس، وعوم في كل ليلة سريري بالدموع. ها، بالدموع، يعني عم تبكي، يعني الرب شايف دموعك، وذوب فراشي، يعني فراشي ذاب من كثرة ما أنا عم ببكي، ساخت من الغم عيني، عيوني ما قادر أفتحها، شاخت من كل مضايقية، شعرت بضيق، كان صرت شيبوب. هذا علامات جسد. ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. اسمع، مش صوت صلاتي، صوت بكائي. سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. قبل ما وصلنا إلى صلاتي، الرب شاف دموعي، الرب شاف بكائي، الرب شاف أنا في أي حال عم بشتاس فيه. الموضوع اختلف. هذا نوع من الصلاة، لما أكون أنا ساقط في خطيئة، لما أكون أنا واقع تحت تأثيرات أمر معين، الرب يبدي بالروح القدس يبكتني. كم واحد فيكم الرب بكته بالروح القدس وشعرت أنت عم تبكي ومتضايق وما قادر تنام، ما قادر تتنفس وتتنهد، ما قادر تعيش حياتك بشكل طبيعي؟ ما تبوش جسد؟ رب شايف، رب عارف أنه لما يبكتك، لما يلمسك، لما يتكلم معك، أنت راح تتصرف بهاي الطريقة. الكتاب دون إلنا. تعرف بعض الأوقات أدخل في مكان، مثلا هذا المكان في شخص مات، وهذا الميت مش للرب، ألقي نفسي بهذا المكان عم بتكلم بألسنة، لكن ألسنة حزن، وكان الروح القدس يقول لي هذا الشخص اللي مات بعيد عن الرب. مش عارف ليه، مش عارف صار بناس آخرين، أنك تشوف نفسك في مكان وتلاقي نفسك تتكلم بألسنة، أو أنت حزين بطريقة معينة وتلاقي نفس روح الله داخلك حزين، برغم أنه المكان ما يستوجب أنك تصلي بهاي الطريقة. خلاص، لكن روح الله يتعامل، يريد روح الله يشوفك كيف تتصرف. هل رفع يدي يعتبر أمام الرب ذبيحة زي ما أنا برنم؟ عرب بالترنيم، غلط أنك ما ترفع يدك. أعيد، بالترنيم، بالتسبيح، غلط أنك أنت ما ترفع إيدك، غلط أنك أنت ما تسقف، غلط أنك أنت ما تتحرك بحرية. غلط. تعرف ليه غلط؟ لأنه مزمور 141 عدد 2 يقول هذا الكلام، يقول لتستقيم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة. رفع يدي كذبيحة، لما ترفع ايدك، لما صلي بهذه الطريقة، لما تسبح الرب وانت بترفع ايدك، الرب شايف رفع يدك ذبيحة، الرب شايف رفع يدك امر هام، مثل ما انت تقدم ذبيحة الشكر، ذبيحة التسبيح، ثمر شفاه معترفة باسم الرب. رفع يدك ايضا يشوف الرب ذبيحة، يشوف الرب امر هام، يشوف الرب امر مهم. لا تكون حجر في العبادة، لا تكون حجارة أنت جالس في الكنيسة كأنك صخرة أو شوكة بس تنتقد الآخرين. ليه عم يرفعوا يديهم؟ ليه عم بيسقفوا؟ ليه مغطين رؤوسهم؟ لا تكون شوكة، ولا تكون صخرة عثرة تنتقد فلان وفلان وفلان وقاعد بس زغرط. أنا عندي بالكنيسة الهلاهل تصلي برا، الهلاهل تصل عندي بالكنيسة لي برا، زغرط، هلل، صلي، ارفع ايدك. توصل الى مرحلة شايف نفسك بدك تنزل على وشك، انزل على وشك. حرية في عبادة الرب، ما حد يقدر يوقفك. ليه؟ لانه كتابي. اعبد الرب بفرح، ادخل حضرته بترنم، اعبد الرب بحرية، اعبد الرب بقوة، اعبد الرب بسلطان. هذا هاي الصلوات يقول له صلاتي تصعد امامك كالبخور، مش صلاة المذبح والذبيحة. لا، لما ترفع يدك للرب وتسبح الرب تستقيم صلاتك أمامه، تستقيم، تطلع باستقامة، تطلع بقوة، تطلع بطريقة أنت نفسك غير مدرك الأمور اللي عم تحصل بحياتك. ارقص في الحضور الإلهي كما رقص داود. لا تخاف من انتقادات الآخر. الكنيسة اللي توقفك وتقول لك لا تسوي ولا تصفق ولا ترفع يدك، اتركها،
يعني روح الله راح يترك المكان وتكون في مكان قد غادره روح الرب. صلي بحرية، ارقص بحرية للرب، لكن لا تكون عثرة للآخرين. اعمل كل شيء بترتيب وبنظام حتى لا تكون انت عثرة للآخرين. لما الكل فرحانين والكل منطلقين والكل على نفس واحدة والكل اسألوا عندي اخ بهاء مش بنعرف موجود معنا ولا لا، من يكون عندنا تسبيح خلي يحكي لكم اخ بهاء شو يحصل بالكنيسة عندنا. الهلاهل هلاهل هلاهل تطلع هلاهل، رفع يد وعبادة وحضور الرب يخترق 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 المكان بشكل. لو الرب ما بده يانا نصلي بهاي الطريقة يغادرنا، ما يبقى معنا، ما يسندنا، ما يأيدنا بالآيات التابعة. تجي ناس يقعدون صخرة بالكنيسة ينتقدون، مش رح ياخدوا شيء من الرب، لأنه مو جاي حتى يتمتع بالحضور الإلهي، هو جاي حتى يكون عثرة. بنفس الوقت كتاب يقول كل الأشياء تحلوا لي، لكن لازم أكون ترتيب. يعني مو يجيني شخص مثلا يتكلم بألسنة والثاني يتكلم بألسنة وأنا ما عندي مترجم. تحب تتكلم بألسنة تكلم بينك وبين الرب، لا تكون عثرة لأخوك. لازم ترتيب في كنيسة الرب. خلينا أدخل برقم 6. في واحد من الملوك المؤمنين تعرض لمرض، اسمه حزقيال، مرض حزقيال. اوكي حزقيال مرض، طب شو القرار السماوي بموضوع حزقيال؟ القرار السماوي بموضوع حزقيال موت ملوك الثاني 20. قل في تلك الايام مرض حزقيال للموت، فجاء اليه اشعياء بن اموص النبي وقال له هكذا قال الرب اوصي بيتك، اسمع القرار السماوي، اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش. طب كيف يتصرف حزقية؟ كيف يتصرف حزقية بقرار ملوكي صدر من ملك الملوك؟ كان المفروض يروح يبلغ عائلته اني انا راح اموت. اسمع عمله حزقية، اول خطوة عمله حزقية، فوجه وجهه الى الحائط وصلى الى الرب قائلا. اول خطوة اشعياء عم يتكلم، ما كمل معه اشعياء، قال له اسمع خلاص رسالة وصلت. التفت إلى الحائط، يعني ضروري كان يلتفت إلى الحائط، ضروري التفت إلى الحائط، بدأ يبكي. بس الأشعياء ما شاف بكاؤه، صلى. شو حكى بصلاته؟ قال آه يا رب اذكر، اتذكر كيف سرت أمامك بالأمانة، كيف أنا كنت أمين معك بقلب سليم. اسمع اللي بعده، وفعلت الحسن في عينيك، كان عندي أعمال جيدة. وبكى حزقية بكاء عظيم. لسه أشعياء عم يخرج من غرفة من أوضة حزقية الملك إلى الباحة الخارجية بالقصر، قال له رب اسمع أرجع أرجع أرجع، غيرت قراري. شو غيرت قرارك يا رب؟ يعني شو حصل؟ صلى، ما هو كل يوم يصلي حزقية ذبائح، ما كان حزقية قدم ذبائح للرب. شو اللي اختلف بالصلاة؟ شو اللي حصل بالصلاة خلاك يا رب تغير قرارك؟ قال شغلتين. الشغلة الأولى هو ترك البشر والتفت إلى الحائط حتى أكون أنا هو في وجه لوجه. نقطة ثانية، بكى بكاء مرا وحكى كلام هام جدا خلاني أرجع قراري. اسمع الكلمات اللي حكاها على الأربعة، ولم يخرج أشعياء إلى المدينة الوسطى أي قاعة خارجية حتى كان كلام الرب إليه قال أرجع وقل لحزقية رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبيك، اسمع قد سمعت صلاتك هذا واحد، قد سمعت صلاتك هذا واحد، قد رأيت دموعك، قد رأيت دموعك. لا مش مهم الدموع، يعني كان مهم تبكي يا حزقية، دموعك هي اللي خلت الرب يضيف على حياته 15 سنة. قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك، فقط اشفيني يا رب من عندي أعداء. قال له اسمع ما في حدود للصلاة، ها أنا ذا أشفيك. كل طلبه حزقية اشفيني بس الرب. قال له اسمع سمعت صلاتك، رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك، ها طلبتك. طيب في أكثر؟ نعم. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب وأزيد على أيامك 15 سنة وأنقذك من أعدائك. يعني غير أنه أعطاني حياة هو أعطاني أيضا 15 سنة وأعطاني أيضا إنقاذ
من الموت وإنقاذ من الضعف. هذا مهم. كان ممكن الرب يقول له قد سمعت صلاتك، لكن الرب قال له قد رأيت دموعك، قد رأيت دموعك. أمين هالكلام هام. راح وصلت تقريبا للنهاية، قدامي كم شخص بصلي صلوات نارية. تعرف لما تصلي على الطعام، هاي صلوات أخرى، إحنا نقعد على الطعام عندنا مشكلة. لما نصلي على الطعام عندنا شغلتين، يا اما نصلي بسرعة لأنه إحنا جوعة، يا اما نصلي عيوننا مفتوحة لا أحد يمد إيده على الطعام وإحنا بنصلي نفتح عيننا نشوف الأكل خلصان. شنو الطريقة اللي أصلي فيها على الطعام؟ حتى هاي طريقة الطعام هي طريقة خلاها الرب أمامي بالكتاب المقدس حتى أعرف أصلي بطريقة صح. فاكرين مين صلى على الطعام بالكتاب المقدس؟ أخت هيام القهوة خلصت. مين صلى على الطعام بالكتاب المقدس؟ مين صلى على السمك والخبز؟ فاكرين مين صلى على السمك والخبز؟ بمرقس 6:41 قل الرب يسوع نفسه صلى. كيف صلى الرب يسوع؟ تعلموا، تعلم من الرب كيف يصلي وصلي مثله. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين، شو عمل؟ ورفع نظره نحو السماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم، وقسم السمكتين للجميع فأكل الجميع. شو عمل الرب يسوع لما صلى على الطعام؟ ما نزل راسه، ما غمض عيونه، ما فتح عينه وغمض عين حتى يشوف لا حدا يمد يده. شو سوى رب؟ شو عمل الرب يسوع على الطعام؟ رفع عينيه إلى فوق وشكر. قال نصلي على الطعام، ارفع عينك إلى فوق ببساطة. ليه؟ شو موضوع؟ ليه لازم ارفع عيني الى فوق؟ ليه ارفع عيني الى فوق؟ هذا النوع من رفع العين الى فوق نوع من الشكر للرب، نوع من البركة. انت لا تنظر للسمكتين والخبزتين اللي في ايدك، احنا ننظر الى كمية الطعام، ما ننظر الى قوة الله في مباركة الطعام. كيف يبارك الرب الطعام؟ يكفي عائلتي ويكفي الضيوف ويكفي 5000 رجل عدا النساء والاطفال. كيف يكفي؟ كيف الرب يشتغل في هذا الموضوع؟ كيف الرب يبارك هذا الموضوع؟ أنا عايش باحتياج، لكن أنا أقدر أكسر هذا الاحتياج بصلاة بسيطة جدا، بس أرفع عيني إلى فوق يا رب أشكرك، أنت عارف هذا الاحتياج وأنت عارف كيف تشبع هذول المجموعة. عيني على الرب، عيني على الرب، عيني على يسوع وأطلب البركة، وأول ما أخلي الطعام راح الطعام يتكاثر ويكفي كل عائلتي. هذا نوع من الصلاة اللي بنصليه مهم جدا. يمكن هو الصلاة تقول يعني شيء بسيط ما له قيمة، لا، هذا الصلوات اللي أنت بتقدمها مهمة جدا للرب، لأنه الرب مش بس يسمعك، الرب يشوفك. في صلاة أيضا هي صلاة اسمها صلاة لا تدخلنا في تجربة، سمعين في هذه الصلاة في لوقا 22؟ الرب يسوع لما صلى، فاكرين هذه الصلاة لوقا 22؟ صلاة اسمها صلاة لا تدخلنا في تجربة، أتت في الصلاة الربانية وأتت أيضا في لوقا 22. قل وخرج ومضى كالعادة رب يسوع إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه، ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. لهون الكلام توقف عد 41. وانفصل عنهم نحو رمية حجر. شو عمل؟ جثى على ركبتيه وصلى. الرب يسوع نفسه جثى على ركبتيه وصلى. تعرف لو انت تحب تجتاز من مكايد ابليس لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، تحب تجتاز من مكايد ابليس، شوف الرب يسوع شو عمل. وجثى على ركبتيه وصلى. اول شيء انفصل، اي دخل في خلوة، نزل على ركبه وصلى. قال يا ابتا ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس، ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. تعرف هاي الصلاة شو عملت؟ خلت ملائكة تظهر، خلت ملائكة تأتي، خلت ملائكة تعزي، خلت ملائكة تخدم، خلت السماء تتحرك بطريقة أخرى. قل وظهر له ملاك من السماء يقويه. شو اللي عمله الرب يسوع؟ ما الرب يسوع طول حياته يصلي. شو الفرق بهاي الصلاة؟ شو الفرق بهاي الصلاة؟ ألف صلاة اسمها صلاة لا تدخلنا في تجربة. هذه الصلاة لما تنزل على ركبك وتبتدي تصلي وتبتدي تعلن قوة الرب على حياتك، والرب عارف انه في امر، في خطر، في شيء معين، مباشرة يبدي يعطيك الاستراتيجية للنجاة،
يبدأ يعطيك الطريقة، يبدأ يعطيك الأسلوب، يبدأ يعطيك تشجيع. كيف يعطيك تشجيع؟ هذه المرة يرسل لك ملاك من خلال نوع الصلاة اللي أنت تقدمها، وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد. شو يعني في جهاد؟ شو في جهاد؟ جهاد روحي ولا جسدي؟ كان في جهاد جسدي، كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. إمتى صار عرقه قطرات دم؟ لما كان يصلي، لما كان يصلي. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. هذا النوع من الصلاة يسمى جهاد المؤمن في الصلاة، جهاد جسدي. أخذ وقت طويل مع الرب، أخذ أنا فيها الضغط على حياتي. بعض الأوقات بعينك تشوف أشياء وتسمع أمور، لكن في عالم الروح في أمور أخرى. مجرد أنك أنت تنزل على ركبك وتصلي بطريقة كتابية صحيحة، الرب رح يتحرك أمامك، ورح الرب يرسل لك ملاك، الرب رح يرسل لك معونة. ليه ما عم نشوف ملائكة؟ لأنه ما عم بنصلي. ليه ما عم يحصل ظهورات قوية بحياتنا؟ لأنه ما عم بنصلي، ما عم بناخذ الوقت في الصلاة، ما عم بنجاهد في الصلاة. تنتج التجربة تاخذنا تطيح بينا وتغربلنا، ونطلع من الصلاة احنا مكسرين، ونقول ليه يا رب؟ ليه ما جمع؟ صلي صح، صلي صح. موضوع الصلاة، النوع الأخير من الصلاة أو ما قبل الأخير، هو صلاة وضع اليد والشفاء. هل ممكن أشفى بوضع يد؟ يعني هاي اليد لما توضع عليها، مش ايدها، مش لحم، يعني هاي الايد لما توضع عليا هل ممكن اشفى؟ نعم، كتاب يقول هذا الكلام، اعمال 28:8 يقول: دخل بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. بطرس ويوحنا عند جبل الجميل، الهيكل الجميل، قال: ما عندي ذهب ولا فضة، لكن الذي عندي أعطيك. مسك بيده. رب يسوع دخل في بيت بطرس، مسك يد حماد بطرس، كانت محمومة. هاي أشياء مهمة. هل هاي صلوات؟ نعم، هاي صلوات، هاي صلوات كتابية. لما أصلي بألسنة، هل هاي صلوات؟ نعم، صلوات كتابية. صلي بألسنة. طب لو أنا صليت بألسنة شو راح يحصل؟ اسمع أعمال 2: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، أي كانوا يصلون معا بنفس واحدة. لما صلوا بنفس واحدة شو حصل؟ وصارت بغتة من السماء. اسمع، صوت، أول شيء السماء طلعت صوت، هبوب ريح عاصف ملأ، هذا مش جسد، ملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. ظهرت لهم ألسنة، شافوا بعيونهم ألسنة من نار، شافوا بعيونهم بالأجواء عم تتحرك ألسنة، لسان من هذا اللسان، لكن لسان طويل وعبارة عن نيران 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 أثناء الصلاة، منقسمة كأنها من نار. طب هاي الألسنة وين راحت؟ استقرت على رؤوسهم. يعني لما كان واحد ينظر للثاني كان يشوف على رأس الثاني عبارة عن جمرة نار، لسان من نار بهاي الطريقة، واقف هون النار. هاي مش نظر؟ هاي مش صلاة؟ امتلأت جميع من الروح القدس، كان في ألسنة من نار، وصار امتلاء بالروح القدس. بعدها صاروا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم في شيء. صلوا، هاي المجموعة صلوا، حل الروح القدس. أول شيء صار صوت، صوت مسموع، كل المدينة سمعت الصوت. لو ما كان في أهمية لهذه التحركات الجسدية، ليه عم يذكر الوحي؟ ليه صار هبوب ريح عاصف؟ هبوب ريح عاصفة، صارت عاصفة. تخيل الناس اللي عندهم جنابر للأكل المغطية بفشي، العاصفة طيرت الأغطية، عاصفة صارت وملأ كل البيت حيث حتى البيت اللي كانوا فيه صار فيه عاصفة، صار فيه زوبعة، صار في حركة دائرية في البيت. ورا الحركة الدائرية شو حصل؟ ظهرت لهم 120 شخص، 120 شخص، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، 120 شخص. شافوا ألسنة من نار، شافوا بعيونهم البشرية ألسنة عم تتحرك، ألسنة 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 مثل هاي الشرايط، لكن ألسنة من نار وجت على رؤوسهم. تخيل أنت اليوم تصلي وواحد يصلي معك وتشوف صاحبك اللي عم بيصلي معك على رأسه عم يطلع نار 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 نار، ويمتلأ بالروح القدس. بعد النار امتلاء، بعد الامتلاء طفقوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح. طب ليه يا رب كل هذا التحرك؟ اللي أنا أعرفه من الموضوع شغلة واحدة بس،
لما صار كل هذا الإعلان، لما صار كل هاي الحركة الجسدية، الناس سألت شو عم يحصل؟ روح الله اجتاح الناس. في ذاك اليوم كلمات قليلة من بطرس نخس الروح القدس قلوب الناس، 3000 واحد انضموا إلى الكنيسة وأعطوا حياتهم للمسيح. هللويا 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 هللويا. 120 شخص يمكن أكثر. تعرفوا ليه أكثر؟ أكثر ليه أكثر؟ لأنه لما الرب يسوع سافر إلى السماء كانوا أكثر من 500 أخ، يمكن أكثر مش عارفين، لكن على الأقل كانوا 120، وكانت معهم المريمات ومن ضمنهم القديسة المباركة العذراء مريم. ليه حصل كل هاي الإظهارات؟ ليه حصل كل هاي التحركات؟ ليه حصل كل هذا المانيفيست؟ كل هاي ليه حصل كل هاي الأشياء؟ حتى الروح القدس يقول كلمة واحدة فقط. مهم 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 انك تفكر انك صلاتك هي عبارة عن كلمات وعبارة عن حركات جسدية انت تقدمها لي. انا شايف الاثنين، انا سامع الاثنين، انا شايفك انت. لا تخلي احد يطفئ فيك موهبة الروح القدس. تيموثاوس كان نبي يتكلم بنبوءات، بس كان عمره صغير. جو الشيوخ تبع كنيسته قالوا له اسمع انت صغير على النبوءات، وهي النبوءات يعني اسمع هاي يعني كانت في زمن معين، وهذه النبوءات وهذه النبوءات، وبعد شوي كمموه حتى لا يتكلم. بولس اعطاه رسالة، قال له اسمع، لا تسمح لأحد ان يطفئ الموهبة التي اعطيت لك بوضع يد المشايخ. لا تسمح لأحد ان يطفئ فيك هذا الموضوع. لا تسمحين لأحد يوقف شيء فيك. لا تسمح لمين ما كان يخلي إيده على رأسك. لا تسمح لتعليم غلط يخترق حياتك. لا تسمح واحد يقول لك هذا جسد وانطفي، ولا تصفق ولا تقمز ولا تنط ولا تفرح بالرب. افرح بالرب بحرية لكن بترتيب. اطلق لسانك لكن بترتيب وحكمة. اعمل مواهب، مواهب اخراج شياطين ما فيها جسد. مواهب اخراج شياطين ما فيها جسد. لما ارفع كتابي هذا وأخليه على شخص، الشيطان ما يشوف كتاب، يشوف سيف. والكتاب المقدس حكى لنا بعبرانيين 4:12 كلمة الله سيف. طب ما الكلمة بيدي عم تتحول سيف. إذا مهم جدا اليوم درسي، لا تطفئ الروح الذي فيك، ولا تسمح لشخص يطفئ الروح الذي فيك. لا تسمح لأي إنسان، أي تعليم، أي شيء آخر، صفق، نط، هلهل، أعمل كل اللي يخليه على قلبك روح الرب أن تعمله. وذكر كلامي، حتى لو كنت في وسط عالم مظلم، عالم تعبان، أنت راح تكون نور يشرق عليك الرب، ومجده عليك يرى. ما معنى مجده عليك يرى؟ أي لما يظهر مجد الرب على إنسان يحصل من خلال هذا الإنسان حركات غير عادية. لما ظهر مجد الرب على التلاميذ امتلأوا بالروح القدس. لما ظهر مجد الرب على الرعاة امتلأوا بالروح القدس. لما ظهر مجد الرب على كثير من الناس امتلأوا، وكان في إظهارات 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 غير عادية. من ملئه نحن جميعا أخذنا، وقوة فوق قوة، ومجد فوق مجد رح ناخذ هذا اليوم. خلونا ناخذ دقائق نصلي حتى ناخذ أيضا وننهي برنامجنا لهذا اليوم. انتهى الدرس، ولكن أصلي أن تكون استفاديتوا فعلا من هذا الدرس. أريد أصلي الناس اللي أطفأت فيك الروح، الناس اللي زعلتك، الناس اللي مش عارفة المجد اللي على حياتك، الناس اللي شايفتك بالجسد، الناس اللي وقفوا نشاطك، الناس اللي قالوا لك اخرس، لا تقول ولا تصفق ولا تهلهل ولا تفرح بالرب، الناس والكنائس اللي خلوك تصلي فقط عن الخطيئه، الناس اللي او الكنائس اللي علمتك فقط تقدم قوائم من الطلبات كانك متسول. صلي لهذول الناس واصعد من ضمن المئة وتحرك في الاجواء السماويه. قل يا رب أنا من ضمن المئة، أنا ابن، ولأني ابن أنا وارث، ولأني وارث أنا أقدر أقف أمام العرش، ولأني أقدر أقف أمام العرش أقدر أخذ كل اللي إلي،
في المسيح يسوع. أصلي الآن انسكب عليك روح الرب، أصلي الآن أنك تتحرك بمجد غير عادي، أصلي الآن وشك يختلف عن وجه موسى، وجه موسى كان يلمع احتاج برقع، أما وجهك رح يلمع بسبب المجد اللي أطلق على حياتك باسم الرب يسوع. مجد الله الآن يغزو حياتك بالكامل، حضور الله الآن رح تتحرك، الآن مش رح تخاف لو جسمك بدأ، أنا جسمي بدأ يرجف، مش عارف امتلاء بالروح القدس باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. الآن تمتلئ نيران غريبة، نيران مش نار عادية، نار الرب، نار الحضور الإلهي. تذكر وأنت أمام العرش، وأنت أمام الجالس على العرش، تذكر أنه هناك فقط تفتح الأسفار، أنه هناك فقط تفتح الختوم، أنه هناك فقط راح تطرح التيجان، أنه هناك فقط راح تقدم عبادة وراح تسمع الملائكة ترنم قدوس قدوس قدوس. صلي هاي اللحظات، قل له ملاني بالروح القدس، قل له ملاني بالقداسة، ملاني يا رب بالمجد اللي أنا شايفه الآن. اغمض عينك وافتح عين بالسماء، اغمض عيونك الأرضية وافتح عيونك بالسماء، افتح عيونك أمام العرش، افتح عيونك أمام الرب، افتح عيونك في الحضور الإلهي، افتح عيونك وابتدي تحلق في السماويات، ابتدي خذ النار. أنا شاعر النار، ألسنة من النار بدت تنسكب، ألسنة من النار بدت تنسكب على كل شعب، على كل شعب الرب. كم واحد الآن يسمعني عم تنسكب عليه نار، أنا شاعر جسدي نفسه عم ينسكب عليه الآن شيء من الأعالي، عم تنسكب عليه قوة العلي، عم تنسكب عليه فيضان الروح القدس. أنت أيضا خذ، اعمل مثل حزقية والتفت إلى الحائط وقل يا رب اذكر سلكت أمامك بأمانة. رح تسمع صوت ثاني يقول لك اسمع، وأنا أيضا، أنا أيضا أمين معك، أنا أيضا رح أضيف على حياتك، أنا أيضا رح أخلي أعدائك يهربون من أمامك، أنا أيضا رح أباركك، أنا أيضا رح أمد إيدي على حياتك للبركة، أنا رح أخليك الآن تتمتع بمجد غير عادي، أنا رح أخليك تنتقل من قوة إلى قوة، أنا رح أخليك ما راح تعيش في الأرضيات وما راح تكون أي إعاقات على حياتك، أنت راح تأخذ مسحة وبركة غير عادي، أنت راح تتعلم تعليم مختلف، أنت راح تنتقل من مجالات الضعف اللي أنت فيه إلى مجالات الفوق طبيعية، إلى الأمور غير طبيعية، لأنك أنت مش طبيعي وعندك إله غير طبيعي أيضا، فأنت لازم تتحرك بطريقة غير طبيعية. أنا غير طبيعي، احكي هالكلمات، أنا مجنون في الرب، أنا بحب الروح القدس، أنا بحب نيران الرب، أنا بحب المسحة، أنا بحب الحضور الإلهي، أنا بحب أكون في مجده، أنا بحب أرفع مجده، حتى لو جسدي ما يتحمل، حتى لو جسدي بيرجف، حتى لو جسدي بيسقط، حتى لو أسقط على وجهي الآن، أنا بتحمل أني أخذ مسحة غير عادية، أنا بدي إياها يا رب، أنا برغب بيها، أنا محتاج، أنا عطشان لمجد الله، أنا عطشان لمجد الله. كم واحد منكم عطشان لمجد الله؟ خليه يصلي معي كله، أنا عطشان لمجدك، أنا عطشان أتحرك مثل ما أنت تحكي بكلمتك يا رب في أفسس 2:6، أنا سائر معك، أنا ماشي معك، أنت أقمتني معك، أنا في السماوي، أنا مش أرضي، أنا مش أرضي. أنا بنتمي المملكة، أنا بنتمي المكان، أنا بنتمي يا رب إلى 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 موقع مختلف. هذا الموقع هو اللي أنا يا رب عايش فيه الآن، مش رح أنزل من فوق يا رب إلا وأنا ماخذ معي جعبتي، إلا وأنا ماخذ معي كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، هي نازلة، هي نازلة. إذا أنت فوق رح تأخذ من فوق الأشياء اللي أنت تحتاجها. صلي هاي اللحظة يا رب انطيني، أنا مقيد، أنا علي ضغط، أنا صار سنين يا رب أسلب، أنا مسلوب الإرادة، أنا مسلوب ماديا، أنا مسلوب صحيا، أنا مسلوب في كل شيء يا رب، والعدو يوم على يوم عم يكبر وأنا عم بصغر. قل لك يا رب تعال أرفعك، تعال اصعد لفوق لأريك ما ينبغي أن ترى، خلي نفسك مكان يوحنا واصعد، اصعد اليوم إلى فوق، حلق في السماويات، اطلب مجده، اطلب قوته، قل يا رب أنا أحلق معك يا رب، أنا شبعت من الأرضيات وشبعت من كلام القصص وشبعت من اعلانات كاذبه وشبعت من صلوات ما بها معجزات. انا اليوم اريد معجزه، اريد معجزتي تتم الان، اريد معجزتي يا رب، مش راح انتظر، انا اليوم راح اعمل اختراقه، انا اليوم يا رب راح احلق على اجنحه النسور، انا اليوم يا رب ملائكه راح ترفعني. عارفين في يوم من الايام انا ملائكه رفعتني، انا ملائكه رفعتني في يوم من الايام، ملائكه رفعتني، صدقوني صدقوني الكلام هذا، كان ملاك على يميني وملاك على يساري من 20 سنه، وكنت داخل في مكان أبشر فيه، وكان هذا المكان راح يمسكوني الحكومة فيه وأنا ببشر فيه، لقيت وأنا رايح المكان ملائكة اثنين رفعوني وطرت بالجو مع الملائكة، وأنا بشوف حوالي البنايات والسقق والسكن وأشوف أشياء كثيرة. ليه رفعني الرب؟ لأني كنت بمشي في المجد. تحرك في المجد، تحرك في المجد الآن، تحرك في المجد الآن، تحرك حتى لو جسمك اختض، حتى لو جسمك بدأ الآن يصير في علامات، انت 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 تقول شو العلامات، خليه يصير، خليه تخاف، خلي ان شاء الله رجلك تطلع مش عارف وين،
خلي ايدك تتحرك، خلي راسك، خلي عيونك. انا يوم من الايام يوم امتلأت بالروح القدس بدا ايدي ترجف بطريقه غريبه، بدا وجهي كله بدا يرجف بطريقه غريبة. لغايه اليوم انا ارجف لما اصلي، لغايه اليوم لما اكون في خلوتي اشعر انه عظامي تجعني، عظام ايدي تجعني من الرجفان، عظام ارجلي ما تحملني من الرجفان. ليه؟ لانه الثقل مجده، مش لانه شياطين وارواح شريره. لا، اي شياطين في مجده، اي شياطين في حضوره، اي شياطين انا عم بتمشى في امام العرش، اي شياطين موجوده بالسماء، اي ما في شياطين في السماء. انا مرتفع لانه الرب رفعني، انا مرتفع لانه الرب ملاني، انا مرتفع لاني انا ابن للرب، انا اعطيت حياتي للمسيح في ثمن اندفع لاجلي، هذا الثمن يرفعني، هذا الثمن يقودني باسم الرب يسوع. اختراق الان لحياتك، اختراق الان لحياتك، الان اختراق، 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 مجده عليك يرى. بس قل معي، مجده علي يرى، مجده علي يرى، مجده علي يرى. يا رب مش رح اخلي برقع على وجهي، ولا رح اخلي برقع على ايدي، ولا رح اخلي برقع على رجلي. موسى خلى برقع على وجهه لانه وجهه كان عم يلمع. انت اليوم شو اللي عم يلمع فيك؟ لا تخلي برقع حبيبي، خلي مجده يرى، مجده يرى، خلي مجده يرى. خلي اللي يقول لك هاي الشياطين، قل له اسمع، الشياطين بيك مش فيا، انا عندي مجده، انا عندي حضوره على حياتي، انا ممتلئ من عنده، انا في بركه، انا في الصعود، انا في الارتفاع، انا في القوه، انا في النعمه، انا في النعمه، في النعمه انتم مقيمون، انا في النعمه. انا الان يا رب اتمتع بلمسات ناريه مستقبلي. اسمع، خذ اليوم الاستراتيجيه لمستقبلك فقط. اعمل علاقة معه، ابني علاقة مع الرب، لا تبني علاقة مع اي شيء اخر. من فضلك، من فضلك، لا تبني علاقة مع اي شيء اخر. ركز في علاقتك مع الرب فقط، هو الاساس، هو عنده كل السلطان. لا تتكلم الا عنه، لا تنظر. حتى في طعامك ارفع عيونك نحوه، حتى في زواجك. انت محتاجة زواج؟ نعم محتاجة ارتبط، اوكي اعملي علاقة معه، راح يعد لك احلى زوج واحلى خادم واحلى كنيسة واحلى مكان. انا مقيد بامور مادية، اوكي اعملي علاقة معه، هو يسدد كل احتياجاتك. انا مقيد بمرض، اعملي علاقة معه، اعملي علاقة معه، اصعدي على السماويات. انا مقيد باسحار، اعمل علاقة معه، الرب راح يشفيك من كل اسحارك اللي انت ساقط تحتها. اولادي، اعملي علاقة معه، الرب راح يجيب لك اولادك لغاية عندك، راح يكون اولادك مؤمنين خدام. مكتوب هاي الكلمات غرس الرب للتمجيد، مكتوب واما جميع بنية تلاميذ للرب. كم واحد يقول هاي الكلمة؟ كل ام تقول هاي الكلمة الان، واما جميع بنية تلاميذ للرب. بس انت كوني الاول تلميذة للرب، كوني انت الاول مليانة بالروح القدس، كون انت تلميذ للرب، كون انت شخص ناري، كون انت شخص قادر ان يقف. ذكر ابراهيم خليل الله، موسى كليم الله، ديفيد داود على قلب الله، سليمان حكيم من حكماء الرب اللي خلاهم على هذه الارض. يا ابو يسوع ابن للرب، انت ابن النعمة، انت بنت النعمة، انت بنت للرب. خذ هاي الصفة اللي اطلقها عليك الروح القدس وتحرك. حزقية شوفي من مرض والرب ضاف على حياته 15 سنة، كم سنة راح يضيف الرب على حياتك؟ كم سنة الرب انت تريد الرب يعمله معك؟ مو شو المعجزة اللي تريد الرب يعمله معك؟ الان صلي لبكي تحدث معجزة بحياتك، قل له اريد معجزتي يا رب، اريد معجزتي يا رب. انا مش راح اخرج هذا اليوم من هذا البرنامج ومش راح اخلي ناسي وارتاح بدون ما اخذ معجزتي يا رب، لانك انت وعدت، وانت لست انسانا فتكذب او تندم. لن تندم يا رب لانك لست ابن انسان. انا مش راح اخذ عطيتي لا من بشر، لا من قديس، لا من ملاك، ولا من اي واحد. انا راح اخذ عطيتي من فوق، لانه مكتوب الذي اتى من فوق هو فوق الجميع. مكتوب الرب يسوع هو الوحيد اللي يقدر يسدد لي كل احتياجاتي. صلي هاي الصلاة، ارجع شوف البرنامج، ارسل البرنامج لناس اخرين حتى يستفادوا من عنده. خليك في شراكة. صلاتي إلي وإلك، انا بصلي، انا قبل ان اصلي واطلع اكلمك انا بصلي بالكلمات اللي بحكيها امامك. انا بقول له يا رب ضع كلامك على فمي، انا بقول له يا رب خليني انا اعيش الاول المستوى اللي انت تريدني اعيش فيه قبل ان اتكلم مع اخوتي. انا محتاج قوة إلهية تنقلني من مجد إلى مجد إلى مجد إلى مجد أعظم. أنا محتاج نبوءة، أنا محتاج إعلان، أنا محتاج استراتيجية، أنا محتاج مخطط، أنا محتاج أرى بكرة، أنا محتاج أشوف النصرة. لا تتخيل شخص يعيش في المجد وشخص يعيش تحت استراتيجية الرب ممكن العدو يهزمك. لا يمكن يهزمك إبليس وأنت عندك استراتيجية الرب. لا يمكن العدو يأخذ أراضي في حياتك وأنت عندك مصلي مثل موسى يرفع إيده أمامك وفي الحضور الإلهي. لا يمكن إبليس يسلب أولادك
ويسرق أولادك وأنت عارف مخططات الرب، وأنت عارف كيف تعيش للرب، وأنت مضحي للرب. ضحي للرب، صدقوني ضحي للرب. لا تهتم لا بفلوسك ولا بشكلك ولا بمظهرك ولا بإيش، فقط قل له يا رب أنت غيرني، أنت غيرني. تعرف الرب لو غيرك شو راح يعمل؟ راح يغيرك من مجد إلى مجد. الرب لو اشتغل عليك راح يغيرك من مجد إلى مجد، مجد إلى مجد أعظم. هذا هو الرب اللي راح يغيرك عليه، مش راح تكون داون، مش راح تسقط في الخطيئة، لأن الرب واقف معك. بصلي هاي اللحظات أختي هيام، الرب يلمسك الآن لمسة نارية في كل جزء من جسدك، الرب الآن يلمسك لمسة قوية جدا. أختي بنت الرب اسم يسوع الناصري، أخوي نزار، أختي شاكي، كل واحد من أولاد الرب اللي سامحوني أنا بعض الأوقات بنسى الأسماء، لكن في أختي حنان باسم الرب يسوع، أختي كوثر باسم الرب يسوع، كل الأخت اللي من كندا اللي طلبت من عندي أصلي لأجل موضوع الارتباط، أنا حقيقة الاسم اختفى من مخي، باسكال، افتكر باسكال، باسم الرب يسوع الآن تحرك. أختي ريما الآن تحرك غير عادي، كل قوة الرب تتحرك على حياتكم هذه اللحظة في اسم يسوع. أختي أخوي عدي وزوجته في اسم الرب يسوع، دنيا وعائلتك في اسم الرب يسوع الآن، بركات بركات بركات. الرب يسكب عليكم الآن بركة، الرب يسكب عليك بروني، الرب يسكب عليك بركة الآن غير عادية. الرب يعطي على حياتك قوة، الرب يعطي على حياتك تغيير. تباسكال في اسم يسوع، ركزي على الرب، صدقيني بس ركزي على الرب. الرب راح يفتح المصاريع، راح يفتح أمامك المصاريع والأبواب لا تغلق، بس ركزي على الرب، ركزي بقوة على الرب. أختي فائزة وبناتك وأحفادك في الارتفاع باسم الرب يسوع. أخوي نزار الرب يعطيك الآن مسحة، يعطيك الآن قوة. أختي رانيا أنت وبيتك وأولادك طلبات صلواتك عندي كلهم بصلي لك، أنت وأخوي عدي وزوجته وأختي أوديت وكل الأخوة، أختي كلكم بقى بصلي لكم، صدقوني أنا بصلي لكم. صلوا أنتوا، ادخلوا إلى الحضور الإلهي، امتلقوا اشبعوا اشبعوا بالرب، قولوا يا رب احنا محتاجين فعلا إلى ملء غير عادي. أختي مارينا رب يعطيكي نعمة، يعطيكي بركة، يعطيكي قوة. جوجو زوجك وأولادك وحياتك. أختي حورية بنت الرب هللويا رب يباركك. أختي بشرة أنت وزوجك وبيتك وحياتك وأولادك في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع الآن، تستقبلون بركات من عند الرب، تستقبلون نعم من عند الرب في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. بركة الرب تغني ولا ينفع معها، تغني الآن، تغني الآن، تغني الآن. ريمون باسم يسوع أنت وعائلتك وبيتك كن دائما في الارتفاع. أصلي يا رب لكل أخ وأخت دخلوا معي هذا الوقت، أصلي يا رب بركتك تغمر، بركتك تزداد، بركتك يكون فيها فيض. يا رب أنت تعطي إرساليات ونبوءات لشعبك، أنت تعطي رؤى، صدقوني حتى النبوءات أنتوا محتاجين نبوءة، اعملوا علاقة مع الرب، خذ هويتك واطلع بيها أمام الرب وقل له يا رب أنا محتاج نبوءة لحياتي، صدقني راح يحكي معك، صدقني راح يجاوبك، صدقني راح ينقلك نقلة غير عادية باسم الرب يسوع. بباركم باسم الآب والابن والروح القدس، وأعلن حضور الرب ومجد الرب على حياتكم. شكرا للوقت اللي قضيته معي، صلوا لي أن الرب يعطيني بركة، صلوا لأجل كنيستي حتى الرب يباركنا ويعطينا بركة باسم يسوع. شكرا مرة ثانية والرب يبارككم جميعا.